لدينا بسدناه ده وضع راهن. اذا تحدثنا عن المبادره بتاعت حمدو ده وضع راهن، اذا تحدثنا عن الحكم الذاتي الاصدر البرهان ده وضع راهن، واذا تحدثنا عن القوات المشتركه بتاعت حميتي ده وضع راهن، وحاجات ثانيه زي ما بيقولوا حاجات ثانيه حامي. يعني حقيقه عشان نقوم نبدا نقوم نستخطف جزء من سد النهضه ونخش لجوا. نعم تفضل. انا والله حزين دائما بكون حزين للوضع الاقتصادي ده، وبكون حزين للصراعات بتاعت اللي بتحصل بتاعت سد النهضه والفشقه وحلايب وشلاتين. كبدايه نبدا بها هي. نعم. دائما المشكله الحقيقيه في السودان هي السياسيين بتاعنا. اول قوه السياسيه اللي تكلم عنها حمدوك بعد سنتين، يعني بعد سنتين حتى هو حدد واحده من المشاكل الرئيسيه اللي هو قوه سياسيه. القوه السياسيه دي طبعا يا جماعه او يا منصور مرت على تواريخ بعيده جدا جدا مما بدت، كانت بدت يعني بيقولوا شو بدت كادارات اهليه، بدوا السياسيين ذاتهم ما كانوا لا. سياسيين في الاصل. يعني التاريخ السوداني ده السياسيين ما كانوا سياسيين، كانوا ناس طرق صوفيه، كانوا ادارات اهليه، كانوا مجموعه بتاعت راسماليه. دي كانت البدايه بتاعتهم، تحولوا بقدره قادر في تاريخ الشعب السوداني انه يبقوا سياسيين. نعم. فالموضوع بتاع سد النهضه ده خطا كبير جدا جدا، مره تعاقب على فتره عمر البشير، وحدث ما حدث. نحن حسب قلنا امام الامر الواقع اللي هو القضيه بتاع سد النهضه. نعم. والتحديات بتاعتها، التحديات دي مرهونه بحاجه واحده بس، انه نكون موجودين داخل اداره السد عشان نعرف الكميه بتاعت المياه اللي بتطلع من السد، عشان احنا نكون جاهزين، عشان يكون عندك سد الرسيرس وباقي السدود جاهزه لاستقبال مياه جديده او مياه قديمه. ده موضوع بسيط جدا جدا، ما كان حقه يكون فيه صراع اصلا. الحاجه اللي خلت فيه صراع الخطا بتاع السياسيين في انه وضعوا اتفاقيه نحن ذاتنا كسودانيين ما عارفينها. الصراع بتاع سد النهضه ده ما في زول عارفه، بالعكس وعدوا الناس وقالوا لهم انه السد ده والله سد ممتاز جدا جدا وبقدم، لكن في الحقيقه نحن هنتضرر من السد زي ما تضررنا من السد العالي. يعني انت لو بتتذكر نفس الحاجه اللي اتقالت ايام عبود وقريناها، نفس الحاجه اللي بتتقال حسي، القضيه بتاعت السد العالي اللي هو داخل في الاراضي السودانيه، اللي هو قام هجر حضاره كامله، حضاره سودانيه قديمه هجرها وتضرروا فيها ناس بواسطه السودانيين وبواسطه حكومه عبود العسكريه. ومرت حكومه عبود وجات حكومه نميري وفاتت حكومه نميري وجات حكومه عمر البشير، ثاني يطلع سد النهضه ويتبني في اراضي سودانيه، وتكون الحاجه اللي بتبنيها من السد ما معروفه. والخطوره بتاعته في انه هو يعني 90 كيلو من اول يطرح نفسه. عفوا للمقاطعه استاذ خالد، يعني حال المسؤولين السودانيين دائما هم بيبرموا اتفاقيات سريه مع دول الجوار الاقليمي، خلينا نسمي الاشياء باسمها، هل هنالك فعلا اتفاقيات سريه دون علم الشعب السوداني حتى ينفذوا يعني بعد اجنده الدول الاقليميه؟ هو كلامك ده بترد عليه انت ذاته. انت حسي يعني تابعت الاتفاقيه بتاع سد النهضه والمبادئ بتاعتها. لو سالتك انت عارف الاتفاقيه دي فيها شنو؟ انت قريت الاتفاقيه دي؟ ما هل بتفتكر بالنسبه لكل الناس يعني هيشاهدوا الموقع بتاعك ده هم شافوا الاتفاقيه دي ولا قروها؟ ما هو ده الوضع السوداني ماشي بالغلطه دي، انهم كله للاسف الشديد ماشيين بنفس الطريقه بنفس المنهج. ونحن ذاتنا السودان بيمر بتجربه المجرب، كل السياسيين بتلقون هم تجربه لمجرب، حتى لو جاء اولادهم وجاء اخوانهم. الدوله دي مع مشكلتها انها مرتهنه لبيوتات، مرتهنه لادارات اهليه معينه، مرتهنه لمجموعات معينه، هي حايمه حول السلطه، عشان كده ما تجدد شيء. يعني نحن انا بتكلم معاك عن انه دوله عندها ذهب، ودوله حسي الذهب بتاعها يعني ما بتقدر تغيمه او ما بتقدر تغدره الان بسبب التهريب. دوله عندها بترول، دوله عندها ثروه حيوانيه وعندها لحوم، دوله عندها السيليكون، دوله عندها الكروم الحديد، دوله عندها القطن،
دولة عندها السمسم، دولة عندها الكركديه، دولة عندها السمغل، 80% من إنتاج العالم بتاع سمغ، دولة عندها البصل، إيش الزرع يعني؟ الحواني. دولة عندها المطارات، دولة عندها التاريخ والحضارة، دولة عندها حضرة الدندر، دولة عندها الغاز، دولة عندها المغنيسيوم، وبعد ده فغيرة. الشعب جيان والله إذا شيء بحير أي إنسان يعني. نعم. دي تفتكرها من شنو؟ فالقضية ذاتها للأسف الشديد قضية سياسية بحتة، وقضية هو القوة السياسية ضالعة فيها. الحاجة اللي قالها دكتور عبد الله حمادوك في المبادرة بتاعته دي حاجة حقيقية، لكن جات متأخرة. يعني الوضع الحسي مع الربا والشعب السوداني ما بيقدر يستحملك انت اذا كان عرفت المشكلة بعد سنتين. عشان تحل المشكلة انت دارك 40 سنة. ده مفهوم يعني. انت دي المشكلة هي صح كلامك انت، انه عندنا اشكالية في القوة السياسية صح، ودي طبعا نقاط بعد ممكن نمشي تانية لنقطة تانية. وده انا بستصحب طوالي هنا المبادرة بتاعت عبد الله حمدوك عشان نخش في الوضع. اولا المبادرة تحدثنا عن المبادرة، مبادرة السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. طبعا هو يعني وضح للشعب السوداني نقاط كثيره كده، اقول لنا من ابرز النقاط اللي ورد في المبادره شنو بالضبط يعني؟ تفضل. انا طبعا باخذها بجانب ثاني. انا باخذ المبادره ما زي الناس الثانيين، باخذها بجانب ثاني. هو انا مفتكر انه هو بقدم في وصيته الاخيره، اذا هي الوصيه دي نجحت فبها انها يخدها في الدولاب. يا اما الوصيه دي اخذ ثاني 10 سنين ولا ارتحل طوالي. هو عارف انه الشارع السوداني ده بدا يخالف عبد الله حمدوك، وبدا يخالف حكومه حمدوك، وحس بالخداع، وحس بانه هو اتخدع خدعة كبيره جدا جدا، ومحتاج انه يغير الحكومه دي. الشارع حس كله بقى جاهز في انه يغير الحكومه دي، وحاسس بانه العداله الموجوده في الدوله دي عداله انتقاليه ما فيها اي حاجه، وحاسس بانه الطريقه اللي انتهجت الحكومه دي في السلام، في كل القضايا المفصليه، كانت بتوريك انه الحكومه دي حكومه بتاعت ناشطين ما بتقدر تقدم حاجه. الحكومه برمتها كده مجموعه بتاعت ناشطين ما عندهم طرح، اضطروا انه يلجأوا للطرح بتاع الامم المتحده بتاع صندوق النقد الدولي، هو اللي حيفقر الشعب السوداني. روشيتا مرض على الشعب السوداني اكثر من 3 مرات. انا داير اديك فرصه لانك حاسب انك دار تعقب لو يا استاذ خالد. يعني انت ذكرت قلت انه السياسيين السودانيين يعني سياسيين بدائيين جدا جدا، يعني ما بيفهموا في السياسه وهم عباره عن ادارات اهليه، لكن النازل يا استاذ يعني درسوا يعني في ارقى الجامعات في العالم، وناس يعني ذو خبره عاليه يعني حسب كلامهم. طبعا انا الكلام ما جبته من عندي، كيف لناس انهم خبره يعني ودرسوا في جامعات يعني مرموقه معروفه في العالم وفشلوا يعني في إدارة البلد، والبلد مليانة موارد يعني. تفضل. طيب انت ما جيت لنقطة مهمة جدا. في حاجات نحن ما بنقدر نتكلم عنها دائما، يعني يقولوا المسكوت عنه، ودي سبب المشاكل بتاعت وطننا ده، انه في حاجات انه نحن ما بنقدر نتكلم عنها بسبب نحن بنفتكر انه نحن مؤدبين اكثر من اللازم، او نحن نشأنا في بيئة بتمنعنا انه نتكلم عن حاجة تجرح زول، مع العلم انه زول الخايفين نجرحه ده هو بيجرح في الشعب السوداني. الادارات الاهليه اللي عملها منه؟ عملها الانجليز. الادارات الاهليه قامت عشان تلقط الجبايات والضرائب بتاعت الانجليز. اذا التكوين بتاع ذاته تكوين انجليزي بحت، وهي بتخدم مصالح جهه معينه. الناس اللي اشتغلوا مع الانجليز ديل ودافعوا عن الانجليز ودافعوا انه يعني يلقطوا الجبايات والضرائب من المواطن السوداني ويغمعوا المواطن السوداني عشان يدفع الجبايات للانجليز، هل بتفتكر انه الناس ذيل يصلحوا بانه يقودوا دوله اذا كانوا هم ذاتهم في الاصل عملاء؟ نحن قلنا لك دائما بنكون بمكاشفه، وده كلام حار. الادارات الاهليه فيها الناس الكويسين والمتميزين، لكن بتبقى في الاصل هي ذاتها منبت من منابت المفهوم البريطاني، اتوضعت عشان تلقط الجبايات. فما ممكن يكون زي الامن الحسي موجود، الامن بتاع عمر البشير المتواصل في الحكومه دي نبت عشان يساعد عمر البشير في انه يكون قاعد في السلطه. فبقدره قادر نفس الجهاز ده داير يواصل على اساس انه حمدوك والدوله المدنيه اللي هو كان بيحاربها وكان بيقتلها انه يبقى يدافع عنها. دي حاجات يعني ما بتستوي، او ما بتقدر انت تحللها. دي مواضيع ظاهره بالنسبه لك. نعم. ودي الحاجه اللي بتوريك انه الادارات الاهليه دي هي فيها الناس المثقفين، فيها الناس المتعلمين. صادق المهدي ربنا يرحمه من الناس الشطار، لكن من افشل السياسيين اللي مروا على الشعب السوداني. دي حقيقه
ما قادرين نقوله، لأنه هو ذاته بداية ما شعر بالمجد ذاته، ما شعر بأنه هو بيجتاز مراحل دراسية بتعبه وبكده وباجتهاده. هو لقاه كده، لقاه كده يعني. هو مكتوب عنه سنة كم وستين بأنه من يعني مولود بملعقة من ذهب، فزول تولد بملعقة من ذهب، ده حيأكل السودان الطين. ما هو ذاته جاء على أساس أنه يحكم، بس ما قدر يحكم لثلاثة مرات ولا لثلاثة دورات، حتى الدورة دي ذاتها تتعدى بتاعت حمدوك دي. هو ما جزء أصيل في الحكومة دي، التكوين الحرية والتغيير. نعم نعم. طيب أستاذ خالد، يعني شايفين أنه هنالك يعني محاكمات تمت طبعا لحكومة عمر البشير طبعا يعني بحجة الانقلاب، انقلاب 89، لكن أنت تعلم أنه هنالك جرائم أخطر من الانقلاب، يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعبادة جماعية وقتل الشعب السوداني، يعني في الثورتين، ثورة 2013 وثورة 2018. يعني طيب لماذا لم يتم محاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني، والآن هم يعني موجودين في السجون، يعني لماذا لم يتم محاكمتهم على أساس أنهم هم يعني قتلوا الشعب السوداني وشردوا الشعب السوداني؟ لماذا يتم محاكمتهم بحجة الانقلاب؟ والمحاكمات دي استمرت لمدة سنتين تقريبا بعد سقوط الطاغية البشير، حتى الآن يعني ما في أي نتائج ملموسة. يعني وسمعنا أنه قالوا الله يا أخي عايزين يعني يرحلوا من المحكمة الجنائية، يعني كيف تفسر يعني؟ تفضل. طيب المحاكمة بتاعت عمر البشير، أنا الليلة كنت متابع جزء منها كبير جدا جدا. نعم. هي أولا هي إرضاء للشارع السوداني أكثر مما إنها محاكمة. هم بحاولوا يرضوا الشارع السوداني، وإنت لو تابعت المحاكمة هي مجرد مهزلة، يعني محامين يعني بيقاضعوا قاضي، حتى الموكلين يعني علي عثمان قبيل سمعته بيتكلم بأنه هو يعني بيفتكر إنها ما عندها شرعية المجموعة دي ذاتها، هي ذات استلبت السلطة. يعني المجموعة بتاعت حمدوك والحكومة دي استلبت السلطة، والطريقة بتاعت البلاغ ذاتها كونها مقدمة من النائب العام دي بتوريك في اختلال، قال لك في الميزان بتاع العدالة. وحقيقة أنا بفتكر إنه لو الحق إنه يقولوا كده، يعني ما هي الطريقة بتاعت الطريقة بتاعت الحكومة ذاتها في انتهاج القضايا دي بتديهم فرصة إنه من أمن العقاب ساء الأدب. الناس آمنين العقاب، ضامنين إنه ما حيتحاكموا، بالعكس هم بدوا يطلعوا ويوضحوا بأنه هم أبرياء ما عندهم جرم يعني. ودي قضية طبعا طبيعية جدا جدا، لأنها ممكن تسقط بالإجراءات الغلط، ودي ممكن يكون ساعد فيها النائب العام السابق، ممكن يكون بيحاول يساعد فيها، لكن بتبقى الحقائق إنه الجريمة بتاعت الانقلاب دي ما أول جريمة ولا حتكون آخر جريمة. يعني حتكون في جرائم كثيرة جدا جدا زي ما أنت قلتها. فأنا ما عارف هم إذا اجتازوا المرحلة بتاعت الجريمة بتاعت الانقلاب دي، هم بعدها الجرائم الباقية، الإبادات الجماعية، التعذيب، الغتل، السحب، الاغتصاب، كله عندهم. يعني أنا ما عارف ممكن الحكومة دي تقوم تسلم فيهم جزء للمحكمة الجنائية، وطبعا ده ممكن تعمل عشان ترضي الشارع بأي طريقة حكومة حمدوك. ودي طبعا لأنه لسه ما تواصلنا أو ما تكلمنا في القضية ذاتها من المبادرة، ولسه نحن نازلين، نحن ما نطينا موضوع. نحن كان أول ما تكلمنا عن المبادرة دي كان حقه نتكلم عن حاجات مهمة متحمين يعني. نعم. يعني اللي تكلمنا عنه ده قشرة بالمناسبة. المبادرة دي أولا قبل المبادرة أنا ده أديك نقطة مهمة جدا جدا. تفضل. اتبنت على شنو المبادرة؟ المبادرة دي اتبنت على إنه القوات المشتركة المشي عملها حميتي. نعم. القوات المشتركة دي اتكلمت عنها الهيومن رايت، قالت القوات المشتركة التي أعلنها حميتي ليس لها أي أساس من القانون، لا بموجب الوثيقة ولا اتفاقية جبل السلام. دي القوات المشتركة العملة حميتي عشان يشرع قوات الدعم السريع بتاعته. نعم. الحاجة الثانية اللي هو البرهان والحكم الذاتي، اللي هو منح المنطقتين بتاع جبال النوبة والنيل الأزرق للحكم الذاتي. طلع دكتور محمد يوسف أحمد المصطفى اللي هو بتاع جيش تحرير السودان. نعم. الحركة الشعبية، بتاع الحركة الشعبية وعضو مفاوض، عضو مفاوض في الاتفاقية ذاتها. نعم. قال شنو؟ قال الخطوة اللي قام بها البرهان استباغية. ده كلام يعني غرد به هو ذاته.
ومحاولة بائسة لخلق خطوة استباقية دون موافقتنا. يعني نحن الكلام اللي بيعمل فيه البرهان ده موضوع استباقي، ده موضوع استباقي، ونحن ما حيمر بينا. نحن عارفينه الناس دي دارين يخطونا امام الامر الواقع، وده دليل على انه في مشكله في الاتفاقيه بتاعت الحلو او الترتيبات الامنيه الثانيه. ما الاولى؟ الاولى اتفاقيه جوبا دي ما نصت بينه الاتفاقيات بتاعت السلام كلها تصب داخل اطار اتفاقيه جوبا، ما تطلع منها. فعشان كده لكن حسي جاي ناس الحلو هم بيقوموا ياخذوا خطوات. لكن السؤال اللي يطرح نفسه استاذ خالد، يعني لماذا التخوف يعني من دخول الحركة الشعبية يعني في اللعبة السياسية؟ لماذا يعني يريدون أن يبعدون بحجة إنه والله لقد منحنا يعني النيل الأزرق وجبال النوبة حكم ذاتي؟ المراد شنو أو المقصود شنو من إنه يمنح الإخوة في الحركة الشعبية حكم ذاتي؟ يعني المقصود شنو مثلا من الهبتة دي بالضبط؟ المقصود ما هو الجاي ده، أنا حقوم أوريك لي. شوف المقصود شنو، شوف الطريقة بتاعت انتهاج الطريقة دي. الحكم الذاتي ما كان اللي هو الحلو عنده حاجة مهمة جدا جدا، اللي هو دمج الدعم السريع، دمج الدعم السريع. ودي دي نقطة مفصلية بالنسبة للحلو، لأنه يفتكر إنه دمج الدعم السريع موجود في الترتيبات الأمنية وفي كل الخارطات بتاعت الطريقة اللي هو وضعها، بأنه أهم حاجة الدعم السريع يندمج داخل الجيش، ونحن كجيش تحرير السودان برضو نندمج داخل الجيش، ما عندنا مشكلة. لكن وجود الدعم السريع ده مهدد، لانه شاعر بانه الدعم السريع ده ذاته ما حيدي فرصه، ما حيدي الحلو فرصه لتقوم ليحصل تحول ديمقراطي. والكلام ده ما من الحلو بس، الكلام ده من ناس فولكر بتاع اليوني متدلله، او امبارح طلع بتصريح وضح بانه الجيوش دي مشكله كبيره جدا جدا وجوده، ما بقول الدعم السريع، بيقول الجيوش يعني. نعم، فقصة الدعم السريع دي المشكلة الكبيرة جدا جدا بالنسبة لبرهان وبالنسبة لحمدو. نعم. والاتفاقية دي جو حاولوا يقعدوا مع قعدوا مع البرهان، وقعدوا قعد برهان مع حميتي، وحصلت إشكالية ومعروفة القصة دي. يعني الناس كلها عارفة إنه البرهان وحميتي اختلفوا في الموضوع بتاع الدعم السريع ده، وطلع حميتي ووضح للعالم بأنه في مشكلة كبيرة جدا جدا بينه وبين منظومات قاعدة جوا، لأنهم طبعا ما قاعدين يعرفوها بالصورة الواضحة. كده أقف ليه في النقطة دي؟ قبل يومين ظهروا برهان وحميدتي قالوا هم مختلفين، أنت جبت الكلام من وين؟ بعدها أنا جايك لنفس النقطة دي، وده كلام سمع. ما قالوا ما مختلفين الناس زي يا أستاذ طالب. ما كويس. هو كلام ده اتبنى على شنو؟ نعم. ما هو اتبنى على المبادرة بتاع هو المبادرة قالت شنو؟ المبادرة دي أنا ما داري يجيك ليها. المبادرة قالت إنه يعني أول حاجة هيكلة الجيش السوداني، ده أهم حاجة إنه يتهيكل الجيش السوداني. وثانية اللي هي لمست أول حاجة القوة السياسية اللي تكلمنا عنها قبل، إنه القوة السياسية دي فيها مشكلة، الحاضنة السياسية فيها مشكلة، والحاضنة السياسية للأسف الشديد فيها تشرذم وفيها صراعات، وهو بيتكلم عن الحاضنة السياسية اللي هو بيتكلم عن إعلان الحرية والتغيير واللجنة المركزية بتاعت إعلان الحرية والتغيير، وده فيها صراع طبعا كبير جدا جدا بين المجموعة القاعدة فيها. يعني الحزب الشيوعي طبعا بقى بعيد، في أحزاب كثيرة بدأت تنزوي من الحاضنة دي، لأنه شعرت بأنه في إشكالية في الحاضنة، وهو ذاته طلع قال إنه الحاضنة دي فيها مشكلة، ده الدكتور عبد الله حمدو. ثانيا قال هيكلة الجيش، ووضح بأنه في مشكلة ضخمة جدا جدا داخل الجيش بتحتاج إنها تدعم لها خارطة بتاع الطريق لقضايا ممكن تودي البلد دي، بلد يا إما تكون أو لا تكون، وحدد لها خارطة، وممكن يكون زي الحدد لها مفاوضات، وحدد بأنه في تعددية في القرار. ده دكتور عبد الله حمدو. نعم. الكلام ما في القرار. نعم، لكن حسب قولهم قالوا هم يا أخي بعملوا على قلب رجل واحد. يعني أي ناس يعني متفقين، أول مجموعة اللي موجودة ما يسمى بمجلس الشركاء، هم الناس دي اصلا قالوا متفقين، يعني بيصدروا القرارات مع بعض وبيخططوا مع بعض وشغالين مع بعض. كيف مثلا يعني يكون انه يعني في مثلا اي جهه بتجي تصدر يعني برامجها براها؟ يعني دارين توضح لنا النقطه دي بالتحديد، يعني حتى يعلم الشعب السوداني. يعني تفضل. طيب 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 الكلام ده ما واضح. هو قاصد حسي من القضايا بتاعت التطبيع، من القضايا بتاعت منح المنطقتين، بيتصفها او
بيته قانون بيخلي رئيس مجلس السيادة يمنح منطقتين. القضية العملها القضية اللي بيعملوا فيها بيعمل فيها البرهان ولا بيعمل فيها حميتي دي قضايا مخيفة جدا جدا وبتوريك انه القرارات عند ناس كثيرين جدا جدا. الصفة اللي بتخلي انه رئيس مجلس السيادة ده انه يملح قطعتين دي كونك تمنح لك قطعتين منطقتين نعم اللي هي المنطقتين بياتوا صفة ما في حاجة ما في صفة بتخليه هو رئيس مجلس السيادة يمنح له منطقتين. القرار ده بيتخذه برلمان كونه انك تحول مجلس تشريعي كون التحول السيستم بتاع دولة والنظام بتاع دولة لنظام تاني ده بيحتاج مؤتمر دستوري وبيحتاج تجهيز وبيحتاج القرار ذاته يكون داخل برلمان. انت ما عندك برلمان انت كيف هو يعني يطلع له قرار زي ده قرار ممكن يفصل لقدام اي حكم ذاتي نهايته دائما بيكون انفصال اي حكم ذاتي. فالبرهان ده ما قرار ده بوريك انه في تعدد للقرار ده واحد وهو رئيس وزراء قاعد ضيف اللجنه المشتركه الكونه حميتي دي بتوريك انه هو القرارات بتطلع من مناطق تانية ودي المنظومه العسكريه ودي السلطه التنفيذيه. حمدوك هو رئيس السلطه التنفيذيه في الدوله لكن السلطه التنفيذيه ما عنده هو عارف كده يعني القوى المجموعه العسكريه دي افشلته وهو فاشل يعني حقيقه لانه في حاجات ما راعاه وما حافظ عليها يعني إذا أنت حسي فكرت في إنه طبعاً هم طلعوا زي ما قلت أنت وطلع البرهان وحاول يوري إنه هو على غلب الرجل واحد مع الدعم السريع لأنه خايف من قصة الترتيبات الأمنية لأنه حميتي أصلاً هدد بإنه هو ما بيدمج أصلاً ما بيدمج القوات بتاعته دي بيفتكر إنه ده هرم كبير جداً جداً وده هو اللي بحافظ على رقبة حميتي حميتي لو لكن موجود هاي لكن يعني حميتي نفسه قال إنه القوات المسلحة والدعم السريع حاجة واحدة يعني ولماذا هم يعني يرفضوا الاندماج مثلا في قوة عسكرية واحدة يعني تفضل. طيب إذا أنت قدرت تعرف الكلام ده ذاته هو ما قال هناك في تعدد بتاع قرارات شوف حمدوك ده ما بيتحمل المسؤولية أصلا يعني أنت لو في أي مشكلة كان حقه تطرحها يعني أنا تعدد بتاع قرارات من وين شوف هو بيخلينا نحن نفكر له القضية بتاعت المبادرة دي ذاتها أنا دائما أغرينا بموضوع إنه البرهان طلع قرار بمنح المنطقتين وطوالي حميتي طلع قرار بقوات مشتركة أرجع بهنا طوالي تلقى حمدوك الرئيس السلطة التنفيذية في الدولة بيطلع له مبادرة ده ما بوريك الفارق الكبير بين المفهوم بتاع الزول الممكن يعمل حسيتا ماشيين في مبادرة عشان أنا دائما عشان نحن نقفل الباب ده نعم وديك المفهوم بالنسبه لي انا بفتكر انه المبادره دي ما جت في زمان اولا والمبادره دي هي ارضاء للشارع والاليات بتاع تنفيذ المبادره دي معدومه لانه الاليات دي اللي بتنفذ بها اي مبادره انه يكون عندك سلطه تنفيذيه كامله في الدوله اللي هي عندك شنو اللي هي عندك الامن عندك الشرطه عندك الجيش دي ما هو الجيش ده تابع لمنه لوزير الدفاع وزير الدفاع تابع لرئيس الوزراء دي المنظومات العسكرية بس اللي هو الشرطة والجيش والأمن والدعم السريع ده ما محسوب ورغم إنه الدعم السريع ما تابع له وهم كلهم ما تابعين لبعض كل جهة بتقوم بذاتها إلا المنظومة العسكرية اللي هي عندها لجنة أمنية اللجنة الأمنية دي المخيفة بالنسبة للشعب السوداني لكن نقوم نتخطاه برضو ونوريك إنه حمدوك خلاص شعر بإنه هو أصبح مضغوط وبقى مضغوط بالشارع وبقى مضغوط بالفشل وبقى مضغوط بيوم 30 الجاي واكتشف انه العساكر دي ما بقدموا لحاجه هو مسنود بحاجه ثانيه حاجه اسمها الامم المتحده والمنظمات الغير حكوميه دي اللي مسانداو ودي اللي مطمناه دائما والمجموعه الثانيه اللي هي بتاعت الحلو هو بالمناسبه طبعا المنظومات التركيا وامريكا دار الحلو ليه دار الحلو؟ لانه هو حيغير مفاهيم الدوله نعم استاذ خالد يعني كل ما يحدث يعني هو عباره عن عراقيل يعني مجموعه من العراقيل في الدوله طيب المواطن يعمل شنو يعني المواطن يعمل شنو والمواطن اصلا يعني بيملك الحقيقه منه للمواطن السوداني بالتحديد الان في صراع عسكري مدني وفي صراع يعني عن طريق الجيوش يعني في جيوش متعدده والكل بكشر فيه النيابه بيحاول انه يسيطر على السلطه والثروه وصناعه القرار في الدوله ولكن المواطن لا حول ولا قوه له طيب
المواطن يعمل شنو بالضبط يعني؟ تفضل. اولا المواطن ده بيمر بازمه نفسيه وبازمه اقتصاديه وبعدم استقرار وبمر بعدم وجود امن. والمواطن هو حقيقه طبعا المشهد ده ذاته هو ما عارف يعمل شنو. المشهد ده ضبابي جدا جدا وفيه تضليل كثير جدا جدا من قوى اعلان الحريه والتغيير. الحاجات الحسي بتعمل فيها قوى اعلان الحريه والتغيير هي كلها عشان تسكت المواطن. المحاكمات اللي انت قبل شويه تكلمت عنها، القضايا دي الشهيد حسن محمد عمر ويتحمل شويه معاهم، لكن ما في حلول، اصلا ما في حلول، لانه هم عارفين المشكله الحقيقيه اللي يا دوب هم بدوا يتحركوا فيها اللي هي الميليشيات. اكثر من 140 الف عسكري من ضابط لعسكري، ديل وغود بتدفعوا المواطن ده، عرباتهم بإزبيرات من المواطن، وغودة من المواطن، مرتبات من المواطن، لبس من المواطن، معسكرات من المواطن، صيانة المعسكرات بتاعتهم من المواطن، الدورات بتاعتهم من المواطن. ديل 140 ألف ديل ميليشيات دعم سريع، دعك من الجيش ودعك من المنظومات الثانية، هي دي ذاتها دي بتنهيك الاقتصاد. الاقتصاد ده ما بيقدر يتطور لأنه أنت عندك أولويات لأكثر من 300 إلى 400 ألف موجودين قاعدين ساي خصما على الدولة. هتعمل شنو؟ ما عندك حلول. يعني أي حاجة بتجيبها من برا كان صادر ولا وارد، أنت أول حاجة دار تكفي الناس اللي عندك دين، محتاج تطبع، والطباعة دي هي اللي بتدمر الاقتصاد. ناس شغالين طباعة ما قادرين يقفوا من الطباعة لأنه ما عندهم حاجة يصدروها. الصادر ده بالنسبة لهم حصريا على قوات الدعم السريع والجيش والمنظومات العسكرية والرأسمالية الطفيلية. أكيد لا بالله في مسألة بتاعت الصادر، أنت قلت ما في صادر يا أستاذ خالد. عندك المناجم بتاعت حفرة نحاس في جنجي الردون بتنتج 16 طن بتاع ذهب في السنة، كيف تقول ما في يعني صادر؟ عندك يعني مجمل المناجم في السودان، المناجم بس فقط في المناطق الأخرى خلاف المناجم بتاعت يعني دارفور، يعني مناجم بس عندك الشمالية الشرق دي بتنتج 250 طن في السنة، ده حسب الإحصائيات الرسمية. سنة 2018 قالوا إنه آخر إنتاج للذهب في السودان قبل سقوط البشير كان 108 طن سنة 2017-2018، يعني 16 طن بتاع ذهب. الطن الواحد طبعا بكم 32 مليون دولار وقيل عن زيادة، يعني ده كله صادر يا أستاذ خالد. عندك البترول صادر، عندك الصمخ العربي صادر، عندك الثروة الحيوانية صادر، عندك السمسم، عندك الكركديه، الحبوب الزيتية المعروفة يعني المنتجة في السودان، يعني ده كله صادر. كيف يكون ما في صادر وانت بتقول انه العملة بتتم يعني زيادته كل يوم يعني في السوق؟ تفضل، ده كله صادر يا أستاذ خالد. الصادر لما تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، الصادر كان ماسكم مدني عباس مدني. صادر ده مشكله كبيره جدا جدا بانك انت بتصدر على اساس انه ترجع 10% من الارباح بتاعتك اللي هم بيكونوا عارفينها من هنا. يعني انت تبدا تخاطب وتاخذ الضمانات بتاعتك من البنك، بتحتاج شغلك ده يكون اول حاجه يعني بيكون واضح انك انت بيكون عندك شركه بتقدم بشركتك دي، معروف الحاجه اللي حتجنيها، معروف الحاجه اللي بترجعها للدوله دي. اول حاجه الاموال اللي انت إذا كانت دولار ولا دولار ولا ريال ولا أي عملة، أنت في النهاية بترجع البلد دي بتشير 10% من الأرباح بتاعتها بتسلمها البنك المركزي. دي حق البنك المركزي من الأرباح بتاعته. القضية بتبقى وين؟ في إنه عشان ما يدوك 10% اللي هي إذا كانت مليون دولار، أنت بتكون عندك قريب ل 100 ألف دولار بتديها. عشان ال 100 ألف دي بيشعر بها المواد الرأسمالي الجشع بأنها ما بتستحق حكومة السودان، بيقوم يعمل الإجراءات دي كلها بشركة وهمية اللي هي شركة ساي بيمشي تتعامل وعندها مكتب، والشركة دي تسجل في المسجل العام ويجي يعمل بها العمل اللي هو العملية بتاعت حاصل الصادر ده، وقت تجي يرجعها بعدين حقه يرجع القروش ما بيرجعها، بيشرط الورق بتاع الشركة وبينسى القضية ذاتها بتاعت الشركة دي، وتطلع مستغلوها الوراقة، وقصة معروفة يعني في معروفة قدام وزارة التجارة وناس من بدري بيعملوها. القضية دي ما قدروا يحسين النظام ده، النظام الأخير اللي هو حكومة حمدوك فشلت لغاية قبل أسبوع بس، كانت في أكثر من 400 شركة هي كنسلوها عملوا لها حظر وقالوا مطاردين أصحابها. ليه؟
لانه هم ما قادرين يغننوا العمل ده بصوره يعني متطوره، انك انت تكون ضامن حقك انه الشركه ذات اللي بتصدر دي وبيكون حاصل الصادر بتاعها ده هي شركه معروفه وانت بتقدر تسيطر على اموالها ولا بتسيطر على ارصدتها في البنوك. لكن هي وقت تكون شركه وهميه حيكون الرصيد البنكي وهمي، حيكون اجراءاتها كلها وهميه، هي بعد شويه بتتشرط وتبقى مارقين. فالتصدير ده دائما يا اما يكون عن طريق الدوله نعم ولا شركات خاصه بالدوله العائد بتاعها يرجع للمواطن، ولا اذا انت فتحتها للناس الثانيين تضمن انك تاخذ حقك قبل ما يصدروا، ودي دليل على انك طالما شركه متعافيه عندها السيطره انا بشيل حقي قبل ما انت تصدر. نعم دي مشكله. نطلع عشان كده ما عندنا عائد صادر. نعم نطلع فاصل ثم نعود نجي للجزئيه الثانيه او قبل الثانيه للحوار ان شاء الله. نطلع فاصل ونراجع. نعم اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، اتنا اليكم مجددا. ما زال الضيف الاستاذ خالد طيفور الشايب معنا عبر فضائيه الحوش في برنامج حوار. اخونا الاستاذ خالد يعني قبل ما نطلع فاصل تكلمنا عن مساله الصادر، يعني كانه ما في صادر يعني في السودان، وكل يوم بيتم يعني طباعه العمله في السوق يعني او يعني اقراق السوق بعمله جديده، والشعب السوداني الآن يعني في حيرة. يا أما شنو المواطن السوداني يعني حال المليونية الغادمة هي مثلا يعني أهدافها شنو بالضبط يعني كده؟ ممكن تتكلم لنا عن المليونية الغادمة يعني. تفضل. أولا المليونية دي يعني هي المليونية ممكن تكون الوحيدة اللي هي ما لاقي حاضنة حقيقية، لأنه كل الحواضن سقطت قدامها اللي هي الحاضنة بتاعت إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، ذهب غير مأسوفا عليه لأنه انحرف من المسار بتاع الثورة، والشعب السوداني فقد فيه الصيغة، والحكومة ذاتها فقد فيها الصيغة، والحكومة بقت الجهة الوحيدة اللي بتسنده هم العساكر ذاتهم. يعني انت لو طلعت الشارع الليلة حمدوك ما حمدوك اللي استقبلت الجموع بتاعت الشعب السوداني وأملت فيه انه ممكن يغير ويعدل ويصنع من الدولة دي دولة يعني نامية، دولة متطورة ممكن تزيد. واكتشفوا انه حمدوك ده يعني للأسف الشديد هو أكبر ماسورة مرض على الشعب السوداني للأسف الشديد، وما بيقدر يحقق أي مطالب. نعم لكن حمدوك ما مكتف لكن أستاذ خالد. نعم حسي حاليا هو بدأ يفتش في الماضي، وده القضية المشكلة. المطالب بتاعته والمبادرة بتاعته دي بتلبي ممكن تلبي طموحات الشارع، لكن هي جات متأخرة. يعني انت حسي عندك إشكالية كبيرة جدا جدا في إنه الليلة المواطن ما قادر يتعايش مع الواقع بتاعه. نعم. والواقع بتاعه ده ما مشكلة، يعني أنت حتى لو لقيت لو في زيادة بتاعت سوق في ندرة، رغم إنه في وفرة الأيامات دي لأنه الأسعار بقت غالية بقت جنونية، لكن رغم الأسعار الجنونية دي المواطن ده ما خايف على من الأسعار الجنونية، بس المواطن خايف على الأمن بتاعه ذاته، خايف على نفسه. الوجود بتاع النيجرز والعصابات المتفلتة والجو الجو المخيف بالنسبة للشعب السوداني بقى ما بيقدر يطلع بالليل لأنه خايف من الحاجات اللي بتحصل دي، التفلتات الأمنية، التغاعز بتاع الشرطة، التغاعز بتاع جهاز الأمن، أو احتمال يكونوا هم ذاتهم القائمين بالدور ده. ودي حاجة تاريخية ما بنقدر نغيرها، إنه معظم الأنظمة المرض على الشعب السوداني حتى الأنظمة الديمقراطية وكتاب كان في تغاعز من المنظومات العسكرية ضدها، لأن المنظومات العسكرية لا تؤمن بشنو بالقوة السياسية، إنه بتفتكر إن القوة السياسية دي ما حق تقودها. الجيش بيفتكر إن القوة السياسية دي ما حق تقوده، هو الحق يقود البلد. الأمن بيفتكر إنه الملكية ديل ناس وهم ساي ما بيقدروا يغيروا حاجة،
حتى لو كانوا شطار يعني بيعدوك انت في النهايه زول بسيط يعني زول مدني ما عندك حاجه تعملها. ففي اشكاليه وفي خلل وفي شرخ مجتمعي من بدايه نشاه الدوله دي في انه العساكر ذاتهم الواحد من الاطفال بيتفاخروا بهم بانه ده حيبقى رئيس، مع العلم انه هو الشعب السوداني اختاروا انه يحرس الوطن ويحرس المواطن، هو بيعمل حاجه ثانيه بيقتل المواطن وبيع الارض بتاعت الوطن. دي مشكله القوه العسكريه المرض على الشعب السوداني. بدل تتعدل القضيه دي ذاتها مشينا لميليشيات، يعني بدل تنقص الشغلانه دي زادت، اللي هي نحن حسي رجعنا اكثر من 30 سنه. نحن بعد ال 30 سنه دي محتاجين نرجع لقبل الميليشيات عشان ناسس للدوله. الميليشيات دي بتحتاج مننا زمن طويل جدا جدا، لانه حميتي كلامه واضح بانه يا اخي البلد دي حتتفرتك ما بتتلم لو حصلت فيها صراعات، والكلام ده بالمناسبة قالوا وقيادات الجيش كلها بتتفرج وبتسمع فيه، يعني عنده باور، يعني هو مخيف حميتي، يعني هو مخيف، يعني ممكن يتحدى الجيش، يعني ممكن يطلع بسلاح ويشتبك مع الجيش السوداني، يعني ممكن يعمل الكلام ده. إذا نحن داخلين في مرحلة مخيفة جدا جدا مع تواجد حواضن جديدة هو جاب حميتي ذاته عشان تساندو وتبقى له هي ذاته مساعد له، اللي هو المجموعة بتاعت الحركات المسلحة الأولى الجابة دي. الحركات المسلحة دي حقيقة هي ذاتها أنا شاعر بأنها هي بقت في وضع ذاته مخيف جدا جدا، لأنه شاعرة لا قادرة تقف مع حميتي ولا قادرة تقف مع حكومة حمدو ولا قادرة تقف مع الشارع السوداني، والوضع ده طبعا بقى مخيف بالنسبة للمواطن ذاته. التفلتات اللي بتظهر دي بعد شوية حيتهموا فيها الحركات المسلحة، لكن حسب تصريحاتهم يعني بيقولوا إنهم هم جايين من أجل المواطن، يعني جايين من أجل المواطن وجايين من أجل مناصرة القضية، كيف إنه يعني يكونوا واقفين طرف يعني وهم جزء من الحكومة بتاعت الفترة الانتقالية الجديدة؟ يعني تفضل. طيب نخصص الموضوع ده، إذا أنت بتتكلم عن الحركات. نعم. الحركات دي يعني هي الحركات دي بالمناسبة مني أركم الناوي ودكتور جبريل ديل عملوا اتفاقيات كثيرة، يعني ممكن يكون الواحد عمل لي 20-30 اتفاقية. معظم الاتفاقيات اللي عملوها كانت عندهم مشكلة واحدة، حتى نيفاشة ذاتها كانت فيها مشكلة اسمها الترتيبات الأمنية. نفس القضية دي ذات الحسي هم واقفين فيها وخالق الصراع ده في 2005 دخلوا في نفس الصراع ده، وكانت نهايتهم إنه هم تمردوا تاني وطلعوا الحلو طلع من النيل الأزرق، مش الحلو عقار طلع من النيل الأزرق والحلو طلع من جنوب النوبة وهربوا كلهم. دي حقيقة ولا ما حقيقة؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي الفشل بتاعهم في إنه يعملوا الترتيبات الأمنية. الاتفاقيات اللي فاتت دي بتاعت نيفاشة دي لو جيت عينت لها وعينت للاتفاقية بتاعت الجوبة هتلقاها في الأول مختلفة، لأنه الاتفاقية بتاعت نيفاشة خاطبت جزر الأزمة حقيقة كبداية، لكن الانفصال بتاع جنوب السودان ما خلى المشروع ده يكتمل، لأنه بقت زي ما بقوله في بغض بين الحكومة وبين الأطراف الثانية اللي هو كانت بتشكل، ما هي الحركة الشعبية دي كان فيها جناح الحلو وكان فيها جناح عقار وكان فيها امتداد. فأول ما انفصل الجنوب بقت في علاقة سيئة بين الحكومة السابقة ومع الحلو ومع عقار، ودخلوا في صراعات دي حقيقية بسبب الانفصال الأول. نفس النقطة الثانية، الاتفاق الحسي عملوه في جوبة ده الاتفاق الأول ده بيعيد لك نفس الاتفاقيات اللي اتعملت زمان وما حققت المطالب بتاعتها، اتفاقية جزر الأزمة. أنا بفتكر إنه إذا كان في حاجة حقيقية حقه تتعمل، أول نقطة قبل ما نحن نمضى معك قدامك، وطالما أنت عندك ناس قاعدين اللي هو القوة الأممية ولا القوة بتاع الدولة التركية ولا الاتحاد الأوروبي قاعدين يتابعوا في المفاوضات بتاع الجوبة، أنا كان بفتكر إنه كانوا يغتنموا الفرصة دي بإنه قبل ما نحن نمضى نحن يعني موافقين على كل الشروط، بس أبدوا لنا بإنه يرجعوا اللاجئين أو النازحين ده لمناطقهم. النازحين ده أول حاجة يرجعوا لمناطقهم، وبواسطة القوى الأممية دي يرجعوا مناطقهم ويعاد. أستاذ خالد، يعني قبل ما نمشي يعني قدام، يعني القوى السياسية الموجودة الآن والقوى العسكرية هي من يعني بتطالب الأمم المتحدة بسحب قوات حفظ السلام، وبالفعل الأمم المتحدة استجابت يعني لسحب القوة حفظ السلام،
بعد ما سحبوا قوات حفظ السلام وانت تابعت طبعا الانفلات الامني الحاصل الان في دارفور، القتل الممنهج للمدنيين، وفي النهايه عجزوا هم تماما يعني من حمايه المدنيين. وانت كيف تجي تقول انه عن نفس النازل هم اللي بيطلبوا الامم المتحده انها تغادر السودان؟ بالفعل القوه الامميه غادرت، ولكن هم فشلوا في حمايه المدنيين. وكيف للمواطنين النازيين يجوا راجعين تاني لقراهم وما زال القتل مستمر يعني، وما في اي ضمانات اصلا يعني. هو المواطن داخل العاصمه الامن بتاعه مزعزع يعني، خليك من المواطن اللي قاعد في الطرف يعني. تفضل. ده ما كلام سمع جدا جدا. القوى الامميه اللي تطلع منه، ما هو دكتور عبد الله حمدوك سحبك من البند السابع رجعك للبند السادس على اساس انه عنده علاقات مع قوات الدعم السريع، وكان حالف غصب مع حميتي بانه الوضع ده حيمشي لحاجات كويسه يعني، اتفق مع حميتي بانه الامن يصبح مستتب. لكن حتى حميتي ذاته في تصريحات كثيره جدا جدا بيقول انه هو ما بيقدر يسيطر على قواته دي، واذا هو ما بيقدر يسيطر في جهات ثانيه نحن متاكدين انه حميتي ضالع فيها وجهاز الامن ضالع فيها، وفي صراعات وفي تناحر داخل المنظومات العسكريه دي، وفي صراعات حتى ممكن يكون متدخلين فيها الحركات يعني جزء من الحركات، وفي حركات ثانيه قائمه انت لو بتابعها لغايه قبل ايام كان في واحد من الحركات دي انقلب بعربيه، في حركات من ذكرت موجوده. الصراع ده ما حيجيب ليه؟ لانك انت ما حليت جذور الازمه. ما هو دي النقطه ذات اللي انت بتتكلم عنها، انه كيف انت تسحب القوات الامميه دي قبل ما انت ترجع الناس لمناطقها ولاراضيها. ما دي واحده من الهفوات العمليه دكتور عبد الله حمدوك، بانه اول حاجه اضمن الامن والامان للمواطنين دول ورجعهم لمناطقهم، والمناطق دي ذاتها اكفلها. لكن انت حتكفلها بمنو؟ حتكفلها بالجيش السوداني؟ اصبح متهم بالنسبه للشعب السوداني بانه هو يعني مرتكب مجزره الاعتصام معه الدعم السريع، والجيش السوداني اصلا متهم تاريخيا بانه اباد وابادات كثيره جدا جدا، ابادات في غرب السودان وفي النيل الازرق. فالجيش السوداني ذاته بقى عنده اشكاليه في انه يثبت حسن النوايا ثاني، والدعم السريع حتى لو جات بصوره وديه انت ما حتتقبله، لانه حتفكر في انه جاي يقتل. ما هو ده تعود على القتل، حتى لو هو حاول يغير جلده ما بيتغير يعني، وده الناس ماشيين بطباعهم. فالقضيه ذاته زي ما تقول قضيه مخيفه جدا جدا، وما حتجيب زي ما قلت انت، ما حتجيب ليه؟ انت حسي اتكلمت عن مناطق غرب السودان، اتكلم عن شرق السودان، اتكلم عن نفس القضايا القائمه، اتكلم عن جبال النوبه نفس الصراع المدور ونفس الموت، اتكلم عن الخرطوم هي ذاتها تزعه طويله العربات الاعتداء على المواطنين وقلع موبايلات الناس في الشوارع. طيب استاذ خالد، يعني هل القوة العسكرية الموجودة هي خير قادرة إنها يعني تبسط الأمن وهيبة الدولة، ولا هي أصلا قاصدة يعني شيء آخر، يعني إنه يفشل الحكومة المدنية بإنه والله يا أخي دي المدنية اللي أنتوا عايزينها بعد كده تعيشوا في دوامة بتاعت عنف ويعني اعتداءات ضد المواطنين وممتلكات المواطنين؟ يعني غير نعرف ما حقيقة الأمر أو السر شنو من وراء الانفلات الأمن، يعني في ظل وجود القوة العسكرية الضخمة اللي أي واحد بكشر أنيابه، والآن إحنا متابعين إنه القيادة العامة تم تريسه تماما. يعني سيناريو، يعني ماذا تتوقع يعني في القريب العاجل؟ يعني تفضل. والله أنت طبعا بفتكر إنه في حاجات مهمة جدا إنه قاعد يستعملها جهاز الأمن. بالمناسبة جهاز الأمن موجود، وجهاز الأمن منشق لمجموعة عبد الغفار الشريف واللي هو الدعم السريع، ومجموعة صلاح قوش دي موجودة في المشهد حاليا، موجودة في المشهد، وفي صراع خفي بيناتهم، لأنه يعني صلاح قوش بيفتكر إنه هو غرر به أو غدر به المجموعة بتاعت البرهان والمجموعة بتاعت حميتي، لكن هو ماسك بعض الخيوط بتاعت الحكومة، وبيضغط هو بيضغط على أساس إنه يرجع للمشهد. الوضع لو استقر والوضع لو بقى طبيعي في ناس كثيرين ما بيقدروا يرجعوا المشهد تاني، لكن وقت تحصل بلابل ومشاكل المواطن بيفتش في انه في الحل شنو، بيفتش في ناس حسب التفكر بانه يا حلال البشير، مع العلم انه هم ذاتهم اللي بيقوموا بالعمل ده هم امتداد لحكومه البشير. انا حسي حاليا وقت اتكلم معك عن المشهد الموجود ده مشهد لنظام البشير بكافه تفاصيله، ما في اي خلاف، بس تغير عمر البشير وجات نفس السياسه بتاعت معتصم بتاعت حمدي، نفس الصراعات،
حتى القضيه بتاعت الكيزان هنا امتداد، نقلوا القضيه ذاتها، حتى الاتفاقيات اللي بتقوم نفس الاتفاقيات اللي كان بيعملها عمر البشير مع دكتور جبريل ولا مني اركم الناوي ولا مع ناس ابو قرده، دي نفس التفاصيل بتاعتها ودي امتداد لموضوع الكيزان. في كيزان واقفين ضدك، اي نعم في كيزان واقفين ضدك، لانه الكيزان ذاته وقت كانوا في السلطه كانوا بيتناحروا بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والسايحون، وقضاياهم مع بعض كانت دمويه اكثر من الشارع. نعم. كون انه ما في كيزان موجودين عمر مانيسكوس، اذا قلنا خالد سلك امتداد للكيزان وهبوط ناعم، حكومه حزب الامه كان امتداد للكيزان وهبوط ناعم، وكانوا هي بالنسبه لهم الثوره دي بوخه مرقساي. معظم الناس اللي كانوا ملتفين والناس الموجودين في الحكومه دي كانوا هبوط ناعم، وكان نداء السودان المؤتمر السوداني موجود، كان في نداء السودان وكان بينادي بالانتخابات، وكان قبلان بانه يخش يتحاور مع عمر البشير، حزب الامه كان جاهز في انه يتحاور مع عمر البشير، البعثيين الموجودين دي كانوا ما عندهم مشكله في انه يتحاور مع عمر البشير، المؤتمر السوداني ده المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي كانوا متفقين. الجهه الوحيده اللي كانت مع عكسهم اللي هو الحزب الشيوعي ده اللي لغايه حسي هو واقف في نفس النقطه بتاعته، ونفس النقطه واقف فيها عبد العزيز الحلو، نفس النقطه القديمه، اذا نفس الامتداد بتاع المشروع الحكومه القديمه، ونفس الحاجه اللي ما قدروا يحققوها اللي هو ناس عبد الرحيم حمدي ولا قدر يحققها معتز موسى، اللي داري يحققها حميتي او حمدوك، داري يحققها حمدوك ليه؟ لانه حمدوك ده لو انت عينت لتاريخه هتلقاه هو جزء اصيل من الكيزان، يعني الكيزان ده لو ما ضمنوه ما كان رشحوه للكوميسا، لو ما ضمنوه ما كان رشحوه انه يبقى وزير ماليه، دول تمسكوا وزير ماليه الدوله، يبقى انت اصلا بتسخ فيه يعني امتداد وعلاقاته مع ناس غندور. فهو حمدوك كان امتداد لمشروع فشلوا مجموعه من الكيزان يوفوا به او يحققوه، حسي حاليا الدوله دول ثاني اسمه عبد الله حمدوك، جو قعدوا في اديس صلاح مناع ومعاهم صلاح قوش ومعاهم ماو ابراهيم ومعاهم حمدوك، وخططوا ودبروا وحدث ما حدث، نفس الحاجه اللي عملوه العساكر في الاغتيالات اللي فاتت، اغتيال الناشطين ومطاردتهم وفضل الاعتصام، عملوه المدنيين بصوره مدنيه. دي طبعا لكن هل المواطن السوداني ممكن يعرف كل المعلومات دي؟ المواطن السوداني هل عنده العلم انه الحاصل من حوله ده كله يعني فعلا يعني هو يعني مدرك لخطوره الوضع؟ يعني الوضع الحالي طبعا يعني واضح جدا يعني انه هنالك مشكله كبيره يعني، ولكن في عدم شفافيه وفي عدم وضوح. هل المواطن السوداني بيعرف انه في صراعات خفيه بين القوى السياسيه العسكريه والمدنيه، وهنالك جهات بتنظر انه السودان يعني فقط لناس معينين يعني يحكموها؟ وانت ذكرت لي نقطه بتاعت الترتيبات الامنيه اللي فيها اشكاليه. طيب سؤال يطرح نفسه استاذ خالد، سؤال يعني في سؤالين، ليه دائما القوة العسكرية بيرفضوا التشكيلة العسكرية تكون تشكيلة من كافة الشعب السوداني؟ يعني ما يسمى بالارتباط الأمنية، يتم تقسيم الضباط الرتب العليا بين كل ولايات السودان يعني بالتساوي يعني واحد بواحد، يعني ليه الناس دي رافضين يعني المنظومة الأمنية والعسكرية تكون منظومة يعني تشمل كل الشعب السوداني، يعني بس فقط مجموعات محددة هم يكونوا في الطب ويدوا الآخرين؟ يعني دايرين نعرف السر شنو من عدم تنفيذ الارتباط الأمنية، حتى فشلت يعني اتفاقية سلام نيفاشا بمسألة الارتباط الأمنية، وأنت كنت متابع إنه الدكتور جون قرن دمبيور رحمة الله عليه جاب جيش وخطان في صوبة، يعني دبابات جيش كامل منظومة عسكرية جابها خطان في صوبة، وبعد ذاك شافوا إنه ما في طريقة وصلوا لسكة مسدودة وفصلوا جنوب السودان. دايرين نعرف السر شنو المنظومة الأمنية والعسكرية دي هي لقت منظومة معزولة لوحدها؟ يعني تفضل. يعني ما كده، ما هم ما بياخذوها كده. نعم. المنظومة العسكرية دي دائما أنانية جدا جدا، وقلت لك في خطأ في المنظومة العسكرية بتاعت الدولة السودانية. العساكر ده ما بيقبلوا زول تاني غيرهم، يعني أنت لو لاحظت كان في صراع زمان لو نحن شباب تلقى دائما ناس الشرطة والجيش دائما في عراك مستمر، ديل يقولون ما تعرف مريم وديل بيقولون شنو وبيتنابزوا مع ابو خديجه وكده. القضيه دي الجيش السوداني ده للاسف الشديد جيش عنصري جدا جدا، وهو جيش اصلا دكتاتوري، مش لانه سوداني، الجيوش عامه في العالم مبنيه على الدكتاتوريه ومبنيه على العنصريه.
دي حاجه طبيعيه. ليه؟ لانه اي حسيت لو مشيت اخونا منصور قدمت في الجيش السوداني وقاموا شالوك وشعرت بانك انت وضعك كويس، تاكد انه الحوله كلهم انت حتجيبهم حتدعيهم انه يجوا. الجيش السوداني ده قام اتحصر في منطقه معينه بسبب التعليم طبعا، لانه في خطا تاريخي بانه السودان كان موجود في الخرطوم، السودان كلهم في الخرطوم. نعم. وللاسف الشديد المعمار والبنيه التحتيه بتاعت الولايه دي كانت، الناس كانت مضطره انها تجي تقرا في الخرطوم وتقرا في مدرمان. اذا انت زي انت في غرب السودان، اذا انت موجود في كبكابيه، ولا اذا انت موجود في منطقه في جبال النوبه، بتبقى صعب عليك انك انت تجي لغايه الخرطوم عشان تخش جامعه وعشان تقرا. لكن الزول القريب في المناطق بتاعت الشماليه ومدني والمناطق دي بيكون قريب للمتابعه بتاعته، قريب لكده. دي ادتهم فرصه انه يتعلموا اكثر من الناس التانيين، وده خطا تاريخي ارتكبته الحكومات. بانه لو انت دار تقدم حاجه لدولتك، لو انت جبت براد لمدني حقه تجيبه لسنار ولكوستي وللدمازين، لو جبت كوبري للمنطقه دي حقه تعمل في كل المناطق دي. فالسودان كله اتحصر في العاصمه القوميه، والخدمات كلها انحصرت في العاصمه القوميه، والجامعات كلها انحصرت في العاصمه القوميه. اما قصه القرايه دي، نحن دائما كمجتمع سوداني عندنا مشكله بتاعت الغبنيه، عندنا مشكله بتاعت الجهويه. دي ليه؟ ما لانه هي موجوده في الدستور، لانه نحن كسودانيين، انا وقت اجي من مدني، لو انا من مدني بنزل عند زول قريبي، الزول القريبي بتوسط لي، بلقى كميه كبيره من ناس مدني ديل لانها قريبه للخرطوم، لكن ما بلقى كميه كبيره من ناس الجنينه لانها بعيده جدا جدا، ولانه الرجعه بتاعتها ولانه القرايه بتاعتها صعبه جدا جدا. فما كان في توزيع عادل للسلطه والثروه والخدمات. دي كانت نقطه مفصليه في التاريخ بتاع الشعب السوداني، تضرروا منها حتى ناس بور السودان وحتى ناس حلايب وحتى ناس سواكن المناطق البعيدة النائية دي. ما تقدم خدمات، لأنه اللي بيجي يقعد في الكرسي كله بيفتش في أنه أفضل حاجة موجودة برا يجيبها داخل العاصمة القومية في الخرطوم، حتى لو هو ذاته من مدني، وحتى لو هو من الجنينة، لو داري يطور بدل يمشي يطور في الجنينة هناك بيجي يطور في الخرطوم، لأنه يفتكر أنه ده الاستقرار الاقتصادي في الخرطوم. فدي كانت حتى زي ما بقولوا فلنقايات، يعني بدل انت تقدم لمنطقتك وتخدم منطقتك، ما بتخدم منطقتك، يمشي يخدم المناطق داخل الخرطوم لضمان. نعم نعم. طيب الاستثمار يكون ناجح، ده واحد. نعم. اثنين، الخرطوم ذاتها، الخرطوم ذاتها تنقلت فيها اسماء كثيره جدا جدا، يعني حس الصراع دي مشينا للنقطه بتاعت العنصريه. الناس ما قادر تفهم بانه المركز ده، المركز الموجود ده ما غبليه، ما في غبليه في المركز. المركز ده بتفيده حاجات معينه، الغبليه بتاعته دي بتجيب لك جزء معين، البيجي ده دايما بيسقط ما بيقدر يقدم لك حاجه. حسي مني الكومناوي قبل كده فشل، ده ما بينفي انه حتى العساكر فشلوا، وما بينفي انه حتى الحكومه فشلت، لكن الفشل ده متواصل من القوى السياسيه كلها والحركات المسلحه، لانها هي ذاتها بتفتكر انه امتداد للعمل اللي بتعمل فيه ده والنضال اللي بتقدمه لازم تلقى كرسي. ودي واحده من الحاجات اللي بيقوم بيناضلوا من اجل شنو؟ مصلحه. ودي مشكله، ودي ما هو براو، كلهم بيناضلوا من اجل مصلحه، ودي بتبقى المشكله. يعني ما نضالهم خالص للوطن، ما نضالهم خالص للمناطق، للناس المتضررين كلهم. يعني ما انا ما بشمل لك زول، كلهم ما قاعدين يقدموا حاجه، وكلهم جربوا الكراسي دي، وكلهم قاعدوا في الكراسي دي، لكن ما عالجوا القضيه الاصليه. الحسي الحلو بدا يستشعرها، او مجموعه الحلو، لانه الحلو ذاته عنده الجيش بتاعه ده، جيش تحرير السودان، وعنده المشوره الشعبيه وهي بتفهم، وعنده الشيوعيين اللي بيحركوه. يعني برضه طبعا دي من الحاجات اللي احنا دائما بنلاحظها، الشارع بيلاحظها، ما حندسها في مجموعه، ظهور دكتور محمد يوسف داود، ظهور دكتور محمد جلال هاشم، ده الحزب الشيوعي. يعني وهو في النهايه الاحزاب داخله، ودي واحده من دي واحده دائما اللي بتنقص من القوه بتاعت الجيش تحرير السودان، او حركه الشعبيه، بيقلل من الحركه الشعبيه.
فبتبقى القضيه ذاتها انه الاحزاب والحركات المسلحه هي عايمه في نفس الاطار بتاع ما في حاجه حتقدمها للوطن للاسف الشديد. ودي البدايه بتاعت الدوله اللي هي بدت بالاحزاب اللي هم ما سياسيين في الاصل، مجموعه بسيطه كانت ممكن يكون ناس اسماعيل الازهري كانوا خريجين جداد جلموا مع الادارات الاهليه اللي هي بقت سياسيه وبدت مع الشيوخ سيد علي والسيد عبد الرحمن، وكان صراع اول حكومه سلموها لعبود كان سلموها لاسياد دين، وجات ثاني راجع ثاني والشعب السوداني اجتهد ومات الشهيد الغرشي وماتوا معه شهداء، وجو سلموها ثاني للصادق المهدي ودخل في صراع مع الحزب الشيوعي وسلمها للنميري، ودخلوا في صراع ثالث ونميري قعد 16 سنه وهم معه في الاتحاد الاشتراكي وضد دي القوى السياسيه. وجات نعم. للمرحله الثالثه اللي هي طلع الشعب السوداني في ابريل وغير النظام ده وسلموه للصادق المهدي، وتاني شال الصادق المهدي الدودات ده لنسيبه. فبتبقى القضيه ذاتها قضيه بتاعت حزبي رجل حزبي زي ما تقول مهترئ ومعه نعم. عسكري فاسد هم قاعدين يغوضوا النظام ده. اذا ما تحلى اذا ما تهيكل الجيش ده، وده الكلام اللي بفتش عنه الحلو، انه نحن كان عندنا مشكله الجيش حسي بقى عندنا مشكله الدعم السريع، اذا نبدا من فوق الدعم السريع ده لازم يتهيكل يبدا هو داخل هو عندها مؤسسيه مدموجه داخل الجيش، لانه حسي الدعم السريع ده قالوا تابع للبرهان، اول برهان قال تابع للنائب العام، لكن لا عنده هيئه بتاعت اركان، لا عنده رئاسه بتاعت اركان، لا عنده اي شيء، بس هو تابع للبرهان، والبرهان البرهان مسؤول من حميتي وحميتي مسؤول من عبد الرحيم دقلو، عبد الرحيم دقلو مسؤول من 140 ألف عسكري حاين في البلد شايل سلاح. دي ما الخطورة ذاته. السؤال اللي يطرح نفسه يا أستاذ خالد، يعني أنت تعلم أنه يعني في جيش في منظومة عسكرية موجودة يعني الجيش السوداني، وفي عدة يعني فروع من جيوش موجودة داخل الدول السودانية. هل يعني المجتمع الدولي إذا رأى أنه الجيش السوداني فشل في أنه يضم كل الجيوش دي ويطلي جيش وطني واحد يشمل كافة المواطنين السودانيين اللي موجودين داخل الدولة السودانية، فهل تفتكر أنه يعني المجتمع الدولي ممكن يسكت، يعني يخلي أنه هنالك قوة عسكرية ضخمة بهذا العدد وبتمتلك طبعا استثمارات، يعني يمكن يستقل، يعني هذه القوة العسكرية ممكن يستقل في أشياء غير شرعية، يعني هل المجتمع الدولي ممكن يتفرج يعني إذا كان يعني القوات المسلحة يعني رافضة إنها تضم الجيوش دي في جيش واحد؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت تعلم إنه قضية دارفور تم تحويله للمحكمة الجنائية الدولية بعد ما أجهزت القضاء السوداني من التدخل في المسألة بتاعت الإبادة الجماعية، وطبعا القضاء السوداني منذ 1956 يعني ما قامت بدورها الكامل، يعني القضاء ما مستقل حتى الآن، القضاء يعني حتى الآن ما مستقل. وأنت تعلم أنه مولانا نعمات قدمت استقالتها وقالت شنو بالضبط، يعني تفضل. طيب كلام جميل وكلام يعني مؤسس. هي القضية الأولى بتاعت القوات الموجودة دي. نعم. القوات الموجودة دي في حاجة يعني عشان أنت تقوم تصل معاه اللي هو تكلم عنها فولكر ده، عارف انه في اشكاليه لكن هم خايفين من الدعم السريع. اول مجموعه بتاعت الدعم السريع لانها بتفتكر الدعم السريع انه الشرعيه بتاعتها انها في قوتها بس في القوات الموجوده دي والسلاح الموجود ده، لكن ما عندها مؤسسيه وما في زول قادر يتكلم عن حمايتي بصوره واضحه. كلهم يعني كلهم طلعوا بيشكروا في حمايتي، قوى اعلان الحريه والتغيير قبلانا بحمايتي وبتشعر به انه افضل من الجيش لانه حمايتي اقرب لهم هسه حاليا. الجيش خايفين من الصدام مع هو اعلان الحريه والتغيير وخايفين من الترتيبات الامنيه. اللي هم الجهه الوحيده المؤمنه بانه يحصل تعديل وتغيير الشارع السوداني، ومعاه حسي المجموعه بتاعت الشيوعيين اللي هو الشيوعيين شعروا بالخطوره بتاعته لانه دخل معاهم في صراعات كثيره. الدعم السريع الشارع ده عشان انت تقوم تحلحل الدعم السريع ده انت محتاج انه طوال ترجع للمنظمه الدوليه بتاعت الدي دي ار. ده إذا وافق حميتي لأنه من الأصل هو ما موافق. المنظمة بتاعت دي دي آر دي بتقدر تنظم لك العمل ده كله، لكن إنت ليه ما تسأل نفسك إن المنظمة دي بتاعت دي دي آر دي ما تدخلت في الموضوع ده ليه؟ لأنه هو مرفوض من الأصل. يعني إنت من الأصل إنه بيفتكر إنه حميتي وإذا هو يتحلى من الدعم السريع
يعني سلم رقبته للمسنقة وسلم رقبته للمحكمة الجنائية وسلم رقبته للجيش السوداني، لأنه في صراع، في صراع حقيقي بين المجموعات دي، وشعارين بأنه الدعم السريع ده وجوده ما بيخلق استقرار داخل الدولة. أنت عشان تخلق استقرار أنت محتاج الأمن أول حاجة، إذا قدرت تخلق استقرار محتاج أنه الاقتصاد بتاعك اللي هو المنهك ده، ما منهك بسبب الجيش بس. يعني الجيش ده لو أنت متابع حمدوك قال 82% بتمشي عائدات للجيش، ال 82% طبعا لغاية حسي ما عارف إنها بتمشي ولا تغيرت، لكن ال 82% دي تأكد إنه يكون فيها 30% زي الذهب زي الحاجات اللي أنت بتتكلم عنها قبل شوية، دي قاعد تمشي للدعم السريع وتمشي لقوات الدعم السريع، وموجودة في ماليزيا وموجودة في 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 الإمارات. وطبعا حسي في صراعات ممكن يكونوا حولوها لتركيا، لأنه الصراع ده صراع بتاع هو كل عملاء، ده كلهم عملاء ومرتزقة. أنت بتفتكر إنه البرهان ولا حميتي ولا كباشي ولا كده، ده المجموعة بتاع العملاء. نحن حقه نتكلم وندي المسميات الحقيقية. إذا هم ما عملاء ما بيعيش الشعب السوداني ده في مراحل زي دي. الشعب السوداني الليلة يعني وصل مرحلة هو مضطر إنه يطلع، لأنه لو ما طلع بيموت، لأنه لو ما طلع غير النظام ده بيموت، لأنه البرامج اللي بيعملوها دي ما حتغير حاجة. يعني أنت الحلول الناجعة دي ما قادرين ينفذوها، لأنه الدولة دي زي ما تقول في مجموعة معينة من الرأسمالية الطفيلية مستحوذة على الدولة كلها والميليشيات إذا افترضنا إنه طبعا أنا بعد الميليشيات دي بداية بالدعم السريع، ماليشيا أنا ما بعده قوة بتاع الدعم السريع، أنا ما بفتكر إنه في ماليشيا ممكن تسميها اسم بتاع دلع. ده كده بساوي ده بغش في الناس، إن إحنا ذاتنا كنا نقول الواحد بخجل، لأنه نحن حقه نعترف بإنه الدعم السريع ده ماليشيات يا جماعة، زيه زي الحوثيين وزي حزب الله. ولازم نحن نتكلم عن إنه الجيش ده لازم نعترف بأنه لازم يتعالج. الجيش ده هو تفكيره حسي، نحن لو بكرة دحر الدعم السريع كقومية كلنا قمنا، يا أغنعنا حميتي بأنه يحل الدعم السريع ولا يتحلى، يا حل يا بل زي ما أنا دائما بقول، يا إما الدعم السريع يتحلى ولا يتبلى حميتي. القصة إنه البلد قاعدة في فوا، البلد أصلا قاعدة في فوا، قصة إنه الناس حتموت في صراع، الناس كل يوم حتموت في صراع. يعني محمد أزرق، ناس محمد أزرق وناس بهادين وناس ود عكر والمستشفى بتاعت التميز ما ماتوا في نيكاراغوا، ماتوا في الخرطوم هنا واختطفون واختصبون وقتلون بوجود الدعم السريع. فكونوا كل يوم يموت عندنا واحد أحسن نقطع العرق ونسيح دمه، يا إما يحصل البن ولا يتحل الدعم السريع ده ويتهيكل الجيش السوداني ده ويتحل جهاز الأمن وتنصاغ الشرطة وتعرف إنها مهمة وطنية. المنظومات العسكرية دي ما شغالة للمواطن، هي شغالة ضد المواطن. نحن حزينين من الكلام ده، بنحاول نوصل لهم الرسالة بتاعتنا بأنه الوضع ده ما بيستمر. يعني أنت كونه أنك أنت المنظومات العسكرية دي تشتغل بالطريقة دي هي حتضيع الوطن. العساكر ما بتهمون ما بهمون الوطن للأسف الشديد، بهمون أنه يكونوا موجودين في السلطة، أنه يقودوا البلد دي، هم يمرروها لبرل الأمان. مع العلم أنه لو جيت تابعت المشكلة حتلقون هم السبب بتاع المشكلة من بدايتها لغاية حسي نحن بنعاني. يعني أكثر من 52 سنة حاكميننا عساكر، إذا أصلاً العساكر دين بيقدروا يقدموا 52 سنة، 52 سنة كان غيروا، فترة طويلة جداً ما قدروا يغيروا. نعم. طيب بتجي زي ما قلت لك الناس الديدي أردن معروفين، اشتغلوا في مناطق كثيرة جداً فك الارتباط بتاع الحركة بتاعت الشباب الصومالية، المجموعات كانت تضطر فبدأت تعيد تأهيلهم، أفريقيا الوسطى عندهم دم. يعني الناس شغالة أصلاً، الكنغو شغالة وهايتي ومالي، نفذت برامج بتاع نزع بتاع سلاح ودمج وتسريع لحماية واستدامة المجتمعات، معروف يعني الحياة دي ما محتاجة. القضية المأخيرة منه إنه حميتي بيفتكر إنه ما بيقدر يفك الدعم السريع، لأنه الدعم السريع ده هو ذاته سبب الغنى بتاعه وسبب الرفاهية بتاعته. اختلف مع المجموعة دي، مشى لغطر ومشى لتركيا وبدأ صراع جديد، وبوريك إنه إعادة لحكومة عمر البشير بنفس التفاصيل بتاعتها. المجموعة اللي هنا دي اللي هو البرهان موجود قاعد مع المصريين وقاعد مع السعوديين، حميتي قاعد مع الإماراتيين وقاعد مع الأتراك وقاعد مع القطريين، ودي العمالة، دي العمالة. والمشكلة اللي حتضيع البلد بأنه نحن كل زول أو كل واحد من السياسيين دي جاري على جهة، وتبقى أوريك إنه كمية العمالة والارتهام بتاع الدولة، ودي إذا ما نحن وقفنا فيها البلد دي حتتسرب بين يدينا، لأنه المجموعة بتاعت العملاء أكبر من الحاجة اللي بتستورها أنت. إذا كان المجتمع ذاته بقى
المجتمع ذاته بقى ما قادر يكاشف الحقائق دي ويعترف بها. نحن ما قادرين نعترف بانه الثوره دي لسه ما نجحت. نحن ما قادرين نعترف بانه الجيش السوداني القلبه ثلاث اربع مرات قاعد. نحن ما قادرين نعترف بانه الدعم السريع ده هو غاتل، هم غتلوا وهم مغتصبين وغوات ميليشيات لازم تتحلى، وزيها وزي الجيش تهيكل وتنظم من جديد، زيها وزي الشرطه المتغاصه الليله بتقول لك ما كنت مدنيه. طيب مدنيه دي قال المواطن عشان يدعم، عشان يدعمك انت، عشان انت ما تحتاج لانك انت تترشي، عشان انت ما تحتاج لانك انت تسرق، قال عشان عزتك وكرامتك وعزه وطنك. تخيل انه الكلام ده هو بيفتكر انك انت ضده، يعني انت كنت نادي بدوله مدنيه بيفتكر انه الكلام ده ضده، يعني لانه هو زي ما تقول ما ادلج الادلجه بتاعت الغايد الاوحد نمره واحد. نعم. فالقضيه بتاعت المفهوم بتاع الدمج والتسريح والكده ده مفهوم عالمي انت بتطلبه العديد كده. وبالمناسبه حمدوك ذاته وقت جه في البدايه كان طلب نفس الماده دي اللي هو طلب انه يقوموا يأهلوا له غوات. لكن استاذ خالد نعم السؤال يعني باسف على المقاطعه، السؤال اللي يطرح نفسه ليه كل مجموعه يعني رافض يعني فكره انه يكون في دمج يعني مع بعضهم البعض ويتم تقسيم يعني تقسيم عادل للمساله بتاعت المساله بتاعت يعني المسؤوليه، يقسموا المسؤوليه مع بعضهم يعني اي حسب الكفاءات. ليه الناس دي رافضه يعني اي مجموعه رافضه ان انضم لمجموعه واحده تكون مجموعه مركزيه تضم كل الشعب السوداني؟ يعني ليه الرفض في شنو؟ يعني دايرين نعرف المشكله شنو بالضبط يعني. طيب الترتيبات الترتيبات الاولى اول اتفاق الجوبة الاولى للاسف الشديد المشع وقع، يعني دي كانت مشكله كبيره جدا جدا، لان يعني في حاجات كانت مهمه جدا جدا كان حق تكون موجوده فيها. نعم. اللي هي ذاتها الكيفيه بتاعت الترتيبات ذاتها، يعني انت في دول جاي لسلام وجاي لمفاوضات وجاي على اساس انه يستلم مناصب بيجي بجيشه، دي ما حصلت. يعني تجي داخل بجيشك دي ما حصلت، يعني انت جاي لشنو؟ انت مش جاي لسلام، في دول بيجي بسلام بدل يكون شايل له غصن زيتون بيكون شايل سلاح. اولا الحاجات دي كان حقه تتنظم اول حاجه وتكون برا العاصمه القوميه، لانه العاصمه القوميه دي مصدر القرار. كونها انها جت جوا العاصمه القوميه ده معناته شيء دبر بليل، في حاجه بيدبروا فيها، يعني كل زول داير يجيب قياداته ويخدها، وكل زول داير يجيب سلاحه ويخدته، والشغلانه حكم، يعني يا اما تحكم انت ولا نحكم انت ولا نحكم نحن. وده صراع حسب بالمناسبه مدور بين المجموعه بتاعت حميتي والمجموعه بتاعت البرهان، صراع مشتركين فيه ناس الحركات المسلحه وفي ناس طبعا مناوئين له، حسي حمدوك واقف بقى في النص، والبرهان نعم. والمجموعه بتاعت الاحزاب بتاعت الغحاطه دي، المؤتمر السوداني وحزب نعم. الامه يعني بس عمر صار له انه القياده العامه يضطرس يا استاذ خالد يفور. ها؟ ده السبب اللي خلى انه القياده العامه يتم اتريسه، يعني اتريس كامل، يعني خلوا تقريبا شارع واحد، يعني ده حسب المعلومات الوارده. يعني تفضل. والله انا ما اكذب عليك، هو حقيقه النازل بيفتكروا انه يعني ده ربيت لك دبيب، يعني انت الدبيب ده في النهايه وقت تربيه ما حتجني منه غير العض، يعني انت ما ربيت لك دبيب، الدبيب ده ما حيسوي لك حاجه غير يعضيك. حميتي دبيب حسي حاليا الاشكاليه الكبيره بانه ضباط الجيش الصغار ما الكبار هم الواقفين ضد حميتي، العقده دي لانه يعني استمتعوا بالحياه وعايشين رغد الحياه وراكبين عربات ومكندشه ومرتاحين، ممكن يحيوا حميتي وممكن يحيوا الشيطان ذاته لانه مستمتعين بالحياه اللي عايشين من عميد وانت ماشي. اما ضباط الجيش من 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 عغيد وانت نازل مقدمين، دل طبعا عايشين في غلاغل ورافضين للسياسه اللي بيمارسوها الجنرالات بتاعنا الجيش دل، ومتمردين فيهم جزء متمرد، ودي حاجه بتوريك انه في حاجه مخيفه فعلا ممكن تحصل. نعم. بتبقى الاشكاليه في انه برهان ما داري يواجه الحقيقه دي وخايفين من حمايته بانه يقولوا له حل الدعم السريع ولا دمج الدعم السريع. وحمايتي الكلام بتاعه ده وضح بانه دمج الدعم السريع ده ما حيحصل، لانه دمج الدعم السريع ده يا اخي انت بتفتش فينك، انت دي سريه زي ما قال لك، انت قال لي دي سريه دي 140,000، هو بيفتكر انه بنى له هرم كبير جدا جدا، خوفه خفرع منغرع ما معروف،
لكن الهرم بتاعه ده ما بيقدر يكسره. لو زي زول البني له اللعبه زمان بتبني لك الطفل وقت بني له حاجه بتاعت حلاوه او بتاعت رمله بيريد انه يستمتع بها هو، وبيريد انه لو هدمها يهدمه هو، لكن زول ثاني غير الطفل ده ما يهدمه. فالزول ده بني له بنيان كبير جدا جدا بيفتكر انه ما حقه يتهدم، هو يكون موجود، الجيش موجود، هو موجود، ما فاهم بانه هو وجوده ذاته بينهك الاقتصاد السوداني، وجوده بيخلق عدم استقرار في الشارع السوداني الذي ما فاهمه. لكن هو لو الجسم ده مشى هو ما بكون عنده فايده، لانه قبل كده قال يعني قال انه ممكن يخلي يكون يخلي الوظيفه بتاعت نائب رئيس مجلس السياده قصاد انه ما يخلي الدعم السريع. الكلام ده الناس سمعته وعرفته. فوجود الدعم السريع ده بقى عشان تنزعه لازم تنزعه عديل، اما بالراحه كده ما بتنزع، اما بهدوء ما بتنزع، اما بشيطنه ما بتنزع. ودي معركه مؤجله، انا قلتها قبل سنه ونص بتكلم عن المعركه المؤجله اللي حتكون بين الجيش والدعم السريع. ما يا إما الدعم السريع وقياده الدعم السريع تفطن، لان الدوله دي ما بتتبني بميليشيات، وقياده الجيش تفطن بينه الدوله دي ما بتتبني بجيش مهترع، جيش بيقتل المواطن وجهاز لا. الامن لا يكون في جيش قومي يعني جيش قومي وموحد. طبعا بدوا نحن بالمناسبه انا قلت نحن انا وانت طلعنا في الحوز قبل سنتين تكلمنا عن نفس النقطه بتاعت الجيش القومي في نفس الغنه دي وبنفس التواريخ دي. الكلام اللي نحن قلناه ده الحسي قالوا المبادره بتاعت الدكتور عبد الله حمدوك هو ده الكلام اللي اصلا طالبه الشارع. لكن نرجع للكلام الاصلي، هل حمدوك بيقدر عنده الاليه بانه يحقق المطالب بتاعت الشارع دي؟ ده السؤال اللي انا بسالك. لو بالعكس استاذ خالد، طبعا حمدوك يعني انت تعلم حمدوك هو نيته يعني على الوطن ونيته صافيه جدا، يعني انه هو مصر انه يحقق مطالب الثوره، وطبعا كلف يعني بمهمه صعبه جدا في ظرف صعب جدا، ولكن يعني من حول حمدوك متاريس كبيره جدا، وانت تعلم انه المحاوله الاولى محاوله اختياله ان ظل ما يدل على انه هو الرجل يعني بيتمتع بعيد شعبي، وحتى على مستوى الدول يعني انت تعلم انه الزياره الاولى لسعاده رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لفرنسا يعني وجد ارحاب حار جدا يعني، والحكومه الفرنسيه نفسها يعني عدت حكومه الثوره دعمتها ب 65 مليون يورو كاش، يعني دعما للثوره السودانيه واشادت بالثوره السودانيه، وادوهم بمؤتمر اصدقاء باريس اللي أقاموها في شهر 5 المضى. حقيقة حمدوك يعني بيتمتع يعني بحسانة دولية أو بيتمتع بقبول دولي، يعني في وجوده هو كرئيس وزراء أول رئيس وزراء يعني يلقى يعني تأييد دولي بالإجماع. فحمدوك الآن هو محاط يعني بكمية من المتاريس، وهو لا يستطيع أن يعمل شيء ما لم يرجع للشارع السوداني. هو مكتف يعني، هو ممكن يعمل لكن مكتف. طيب اول التأييد ده حقيقه كان تأييد سابق. انا بفتكر انه نعم. يعني انت بتتكلم عن حمدوك زي داير تجيبه عشان يخطب بتخاله فلان ولا ولد عمه فلان، قصه العواطف دي اصبحت خارج اللعبه. هي ليس عواطف، لكن يا استاذ خالد يفور انت تعلم انه سعاده رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك زار الولايات المتحده الامريكيه ثم عاد الى فرنسا وثم عاد إلى السودان، ويعني وجد قبول ووجد ترحيب دولي واسع، طبعا ما يؤكد أنه هو رئيس شرعي يعني جاء يعني بشرعية الثورة السودانية، والشعب السوداني تقريبا بالإجماع متفقين على أنه حمدوك يكون رئيس الوزراء. لكن السبب اللي خلى أنه حمدوك ما يقدر ينفذ متطلبات الثورة المتاريس، ونحن بعد شوية هنجي لسؤال مسألة بتاعت الشركات المنظومة الأمنية، عندك زي شركة الفاخر وغيره، يعني شركات كثيرة جدا هي بتعمل لمصلحة من ما معروف، شركة الاتصالات، عندك المنظومات الدفاعية، عندك شركة جياد وغيره وغيره، شركات كثيرة جدا بتعمل في الدولة السودانية والشعب فقير. اتفضل. طيب يعني أنا بفتكر إنه أولا دكتور عبد الله حمدوك ده أول حاجة كبداية كده نحن كلنا مؤمنين كان إنه ممكن يغير حاجه. انا شخصيا مؤتمر باريس، انا قاعد في باريس، انت تابعت المؤتمر وجاب في باريس هنا، انا ما قابلته صح؟ نعم. ما وجدتني انا قابلته، لان انا قابلته المره الاولى 2019. نعم بالضبط كده. انا كان بالنسبه لي بعد تخرج
الدعم السريع وبعد الحاجات العمل دكتور عبد الله حمدوك ذاته وهو قال ما عنده برنامج في حاجات كده دكتور عبد الله حمدوك كان ظهرت بالنسبه لي الصوره لكن كنت متابع زيك كده نعم حسي حاليا نحن مشينا اكثر من سنتين كده سؤال انت تعال الحكومه بتاعت الدوله المدنيه دي ما جاء زمنها 21 شهر ما جاء ما جاء زمن المفروض يعني نورمال انه يسلموا السلطة يعني السيادية للحكومة المدنية يعني والعسكر يكونوا هم كحكومة شرفية أو حكومة يعني في تحت إمرة المدنيين يعني تفضل هو الموضوع ده حق يكون انتهى له شهر وحق يكون سلموا له شهر لكن كده خلينا نحن نمشي نقطة لأنه في اتفاقية تانية جات اللي هو حكومه تاني حيكون في 39 شهر أنا داري أقول لك حاجة دكتور عبد الله حمدوك دوك جه استلم كان عنده حاجات مهمه جدا جدا كان عنده مطالب الثوره اللي هو طلبها كانت اول اولوياته بالنسبه للشعب السوداني هي الغصاص واسترداد الاموال المنهوبه ومحاسبه رموز النظام وتسليم عمر البشير دي كانت اول حاجه كويس عشان انت تقوم تخلق موازنه دكتور عبد الله حمدوك ده يا دوبك بدا يسهر لو انت تابعت اخر المبادره بتاعته بالضبط كده المبادره نعم وكلامه قبل المبادرة دكتور عبد الله حمدوك يتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا الناس ما انتبهت لها اللي هو أيام المجلس العسكري الانتقالي وده كلام خطير يعني أيام المجلس العسكري الانتقالي اللي هو قاعد فيه برهان وقبل ما تتكون حكومة حمدوك يوم 17/8 حاجة زي دي كان في 4 شهور ولا شهرين وأنا ما بتذكر الفترة بالضبط كده كان ماسك فيها البرهان الوقت ذاك البرهان قام أصدر قرارات كثيرة جدا جدا وطلع مراسيم كثيره جدا جدا وحول الدوله دي لرئاسه الجمهوريه وكجه مجلس السياده وكجه خلقوا مجلس السياده خلقوا يكون بديل لرئاسه الجمهوريه اللي هي كان بتبع عليها شنو اللي هي كان بتتبع عليها هيئه الاتصالات اللي هي كان بتتبع عليها هيئه الطيران المدني اللي هي كان بتتبع عليها هيئه الموانئ البريه والبحريه اللي هي كان بتبع عليها البنك المركزي اللي هي كان بتبع عليها سك العمله وده الكلام ده قام حمدوك غرد قبل او هو طلع قال يعني احنا دارين القوة العسكرية او المنظومة العسكرية ترجع لنا الشركات اللي هو عدلوها كمراسيم عقب التغيير يعني بعد التغيير بتاع وجود البرهان في مجلس السيادة حصل التعديل ده احنا دارين نرجع لنا الشركات دي الكلام ده يا استاذ المنصور قبل سنتين يعني هو بعد سنتين يا دوبك مطلع له خطاب عشان يرجع الشركات دي طيب نوريك الشركات اللي بتكلم عنها دي فيها البنك المركزي لغاية حسنا أنا بتكلم معاك مش هو بعين فيه البنك المركزي يتبع لمجلس السيادة صك العملة محل الطباعة يتبع لمجلس السيادة لغاية حسنا أنا بتكلم معاك هيئة الاتصالات دي يا أستاذ المنصور دي ده أنا بأي دولة بعدوها ده بقوله العمود الفقري بتاع الدولة اللي هو الاتصالات اللي هي أنا وإنت أي زول بيحضر فينا القروش كابة بتنقط حسي نقاطة شغالة بالنسبة للشعب هيئة الاتصالات دي اللعبوا فيها الكيزان وتلاعبوا فيها الكيزان وضيعوها شركة كانت المؤسسة السلكية ولا سلكية وأنا كنت شغال فيها وبعدها جات سودتين ورفضونا فيها وحاسبونا وعاقبونا وطردونا وبعدها فيها زين وفيها قريبة دي أموال انت عارف الشركات دي إذا تمت محاسبتها بصورة واضحة كانت الشركات دي ذاتها تبقى داخل الدولة كانت بتبقى تابعة لوزارة المالية لأنه فيها فساد يسكب الإنوف 1-2 الشركات دي ذاتها تابعة لمجلس السيادة وخطورتها بأنه حسي الليلة بتفتش في فض الاعتصام إذا انت رجعت شركة زين ولا شركة قريبة اللي هي قطعت الانترنت في الفترة بتاعت فض الاعتصام لو انت رجعت كان الليلة انت دخلت النازل جوا قزازة لانه انت بتحدد الاتصال ده وين وبتحدد انه عبد الرحيم ده قال وقال شنو لانه اي شيء مسجل ودي القوة بتاعت الاتصالات ذاتها في الحياة دي وبتحدد انه النازل كانوا موجودين وين بتلفوناتهم وبأرغامهم فهيئة الاتصالات دي قام حولها مجلس السيادة وهي الليلة بتتجسس على منه على الصوار وعلى المناضلين دي هيئة الاتصالات دي البور بتاع الدولة يعني منظومة خير مستقلة يعني نعم ما مستقلة هيئة الطيران المدني دي
دي حاسين احنا بنتكلم عنها عن تصدير الذهب وعن المهابط. عندك اكثر من 120 مهبط، 120 مهبط ماسك الجيش ما مشغلين. يبقى لمين 120 مهبط يا استاذ خالد؟ نعم. دي تابعه لمجلس القياده 120 مهبط. يعني 120 مهبط ده حق منو بالضبط يعني؟ لانه انت تعلم انه الدور الصالح فيه عدد جيوش. انت قاعد هنا المطارات واول مهابط دي تابعه لحاجه اسمها هيئه الطيران المدني في الدوله. هيئه الطيران المدني ده المطار بتاع كوسي والمطار بتاع مدني دي كلها دي المهابط بتاعت الدوله، وفي مروابه في مروي دي كلها مهابط. المهابط دي بيستغلها الجيش وبيستغلوها عبر الارتزاق والعماله وبيجيبوها المخدرات. الكلام ده بيعملوا انه بيعملوا الجانب العسكري. الدليل على كده انه في واحد بعد برهان كان متهم بانه قرضه قبضه بشحنه كبيره جدا بتاعت مخدرات. مين كده؟ الشيخ ضابط ودفعته وصاحبه جاي شغالين تجاره كلهم بالدعم بالميليشيات بتاعت الدعم السريع شغالين. غير نمشي للنقطه المخفيه عن الشعب السوداني اللي احنا تكلمنا عنها. انت عارف انه اي طائره واي حاجه بتجي عبر الاجواء بتاعتك دي بتدفع قروش؟ انت عارف انت عندك اكثر من 400 مليون دولار، اكثر منها ممكن يكون 500 مليون دولار دي رسوم بتاعت عبور بتاع الطائرات، بس كونها انها عبرت الاجواء بتاعتك دي طوال عندك نقاط قروش بتنزل لك. القروش دي ما معروفه بتمشي وين؟ لكن القروش دي بتمشي وين؟ اتكلم عنها البدوي سابقا، قال القروش دي بتتحول للبحرين لبنك في البحرين، وكان مسؤول منه الحساب ده مسؤول منه عمر البشير فقط. الكلام ده قاله ايام البدوي لغايه حسي نحن ما عارفينه وين، لغايه حسي ما في زول بيتكلم عنه. قلت لك فساد. ما تشوف الحكومه دي الامكانيات اللي عندها، ولو هي قفلت نفسها ولو اشتغلت بنص الفساد نحن الليله وضع السودان ده يكون مختلف. وضع السودان ده يكون مختلف. الشعب السوداني ده ما محتاج صندوق النقد الدولي، ما محتاج اي مساعدات، محتاج انه يسترد الاموال المنهوبه اللي عنده، محتاج انه يحسن الخدمه، محتاج انه يحاسب الناس اللي بتسرق، محتاج انه يعدل الناس اللي عندها ضمير سيء يتحاكم ويتحاسب. واذا انت قدرت تتاكد من الكلام بتاع الحساب ده، رغم انه ممكن يكون كومبارس الليله، انت طبعا تابعت المحكمه وتابعت الحكم على ابو جيجا، الناس اللي تابعته اسمه ابو جيجا. طبعا ده كلام تاريخي. يتم مثلا تنفيذ الحكم الصادر اليوم يعني حكموه بخصوص يعني او بجريمه مقتل الشهيد حسن محمد عمر هل بيتم فعلا تنفيذ يعني يعني ما صدر من حكم بحق هذا الشخص؟ يعني هل يعني يمكن يتم تنفيذه؟ لان احنا شاهدنا يعني مجرمين اللي قتلوا احمد الخير، الشهيد احمد الخير، حتى الان يعني لم يتم تنفيذ يعني اي من اي من مرتكبي الجرائم. يعني من المفروض جريمه يعني او تنفيذ الاعدام، حكم الاعدام المفروض يتم في الشارع العام يعني، او يتم على مسمع ومرعى كل الناس يعني، ويتاكدوا من انه الشخصيه دي فعلا تم شنقه، وحتى يعني يطمئن اسر الشهداء. لكن خارجا ما يتم اصدار الحكم، لكن للاسف الشديد ما بكون هنالك في تنفيذ اصلا يعني. حكم فقط يعني عباره عن دعايه حتى يبرد الشارع يعني. تفضل. صح. يا اخي نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل قبول حسن يعني. نعم. انا طبعا بعاين، قلت لك الحياه دي بمنظور ثاني. انا تابعت ابو جيجا ذاته هو جوا السجن او جوا التلفزيون بتاع القفز. نعم. المحكمه ده. نعم. وكان منظر طبعا بيوريك يعني مدى الاذلال ذاته، وبيوريك انه في ناس كثيرين جدا من اهله من ناس ومن اخوانه حيكونوا استحوا من المنظر بتاع ابو جيجا ده. يعني دائما السؤال اللي بيسال نفسه، الزول ده قتل لشنو يعني؟ قتل عشان شنو؟ وقتل وين الناس اللي قتل لهم ذاته؟ عشان تعرف انه دي حاجات حقه هي طوال تتنشر وتكتب عنها بالمناسبه عشان تأدب الناس دي. قتل عشان شنو؟ والناس الناس اللي هو قتل عشان وينهم؟ طبعا الناس اللي قتل عشانهم هم قاعدين عارفين انه في حاجه اسمها المحكمه الدستوريه ما موجوده. وطبعا دي حاجات زي ما بيقولوا مقصات اتعملت للحكومه دي عشان ما تمشي لقدام، اللي هو عدم وجود المجلس التشريعي. واذا تكون المجلس التشريعي حيتكون من الادارات الاهليه اللي هو انا الصديق ودعوا الناس المعروفين ديل الكيزان سابقا او المنظومات
اللي كانت حايمة حول الكيزان اللي هو المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية. الحاسب توريك إنه ما في عدالة بتتحقق، كلها حتقيف وين؟ كلها حتقيف في استئناب عند المحكمة الدستورية. والناس اللي كتلوا أحمد الخير خير مثال لغاية حسي هم قاعدين لأنه ما عندك محكمة دستورية. المحكمة وما حيكون محكمة دستورية، حيقول لك إلا بعد سنين طويلة جدا جدا، عشان تبقى في النهاية العدالة بالنسبة لهم إنها تموت القضايا، تنطمس القضايا الأصلية. الليلة الحكومة بتاعت حمدوك دي بتطمس في قضايا مهمة جدا جدا، وقضايا بعدين بتبقى صعب إنك تراجعها لأنه الطريقة اللي انتهج حمدوك ونظامه ما كانوا عندهم الكفاءة ولا عندهم المقدرة، ولا هم الناس اللي بيعرفوا يبدو من وين. الحكومة ما عارفة تبدأ من وين. تخيل إنها بعد سنتين طلعت لها مبادرة، المبادرة دي حقه ما تطلعها، المبادرة دي مضحكة بالنسبة لحمدوك ذاته إنه يطلع له مبادرة. إذا كان حمدوك بيطلع مبادرة نحن كناشطين نطلع شنو؟ نطلع شنو؟ استرحام؟ ما هو دي الحقائق. ده دول ما بيقدر يقدم، والحاجات اللي بيعملها دي هي بقدموها له المستشارين بتاعينه ديل والاتحاد الأوروبي حقيقة دايره، ودول التركية دايره ودي حقيقة. لكن في النهاية هي دايره ولا ما دايره؟ هو حيقدم شنو للوطن والمواطن؟ نحن قضايانا ما فاتورة، قضايانا ما 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 إننا نحن محتاجين نمد يدنا. يعني ما نحن كان عندنا عمر البشير، ما هو كان بيشحد، كان طوالي بين روسيا وبين بين السعودية. حسي تغير الوضع، يعني نحن بقينا شحادين أوروبيين، بقينا محترفين شحدة، يعني ما تغيرت حاجة. نحن ما دارين ذول يشحد، نحن دارين ذول يأسس الدولة ذاتها، يبني لها قواعد من الأول، يعيد صياغتها. دي ما قضايا مفصلية، فهو هو فشل. لكن نعم، لكن أستاذ غالب يعني الدولة السودانية هي دولة ما فقيرة، لكن للأسف الشديد يعني دارين نعرف، وحتى المواطن دار يعرف الأموال دي من الذي يتصرف في الأموال بتاعت الدولة السودانية. يعني الآن الحالة اللي ماشية في السودان كأن السودان دولة فقيرة، يعني يعني يصور لها في بعض الدول العربية إن السودان دولة فقيرة، وما إنه السودان ينتج بس فقط يعني الإنتاج بتاعت الذهب بس في مناطق معينة، يعني خاصة في يعني المناجم دي زهرة جديدة بتنتج 16 طن بتاع الذهب في السنة، الطن الواحد 250 أو لا الطن الواحد بيساوي 35 أو 32 مليون دولار، ده فقط بس للمناجم الجديدة. وده طبعا ما خفي عظم، أنت تعلم أنه هنالك مجموعات يعني قبلية ومجموعات عسكرية بتنقب على كيفها خارج يعني أطر الدولة أو خارج رقابة الدولة، بتصدر بطريقتها الخاصة. وانت زي ما ذكرت انه قلت هنالك اكثر من 120 محبط نعم اتفضل. طيب يا منصور، كلام جميل جدا جدا. نحن محتاجين محتاجين عشان نقوم تعيد الصياغة بتاعت الدولة دي. ما انت عشان تعرف المهابط دي ذاتها، انت ما بتقدر. الدولة دي يعني ممتدة فيها اكثر من 5-6 مراكز قرار. ما الكلام ده قاله حمدوك ذاته. يعني حمدوك كان خايف من شنو؟ شعر بأنه الناس كل زول بيطلع قرار براه، عشان كده هو بقى مزنوق في أنه لازم يطلع من الضايقة الحسي دي. البلد دي ماشية لقفلة. يعني أنت ما قلت لك عشان تقوم تحدد الناس اللي بياخلوا الأموال دي ولا الناس اللي بيفسدوا دي، الفساد ده ما عند حميتي بس ولا عند كده، حتى الموظفين وحتى المواطن ذاته بقى فاسد. ليه؟ لأنه ما بيقدر يتماشى مع طبيعة الحياة. يعني الفساد ده بقى متكامل، مشروع كامل لكل الناس الموجودة في الدولة. أي يعني أنت داير تمشي تطلع رخصة هتلقى فساد، هتدفع رشوة. داير تمشي تطلع شهادة ميلاد هتلقى فساد، هتلقى رشوة. والزول اللي بيعمل لك كده ممكن ما يدفع للدولة، ممكن يعملوا لك مضروب ذاته، الإيصال ذاته مضروب. يعني الإيصال بتاع 15 ده ممكن يكون عامله ب 50 جنيه، ال 50 جنيه اللي بتستفيد منها الدولة دي هو مضروب، وهو بيعمله ب 5000، بيشيل ال 5000. يا ريت لو بيشيل ال 50 اديها للدولة. الدولة ما في زول بديها حاجة. النازل هم كلهم اتقاسموا الدولة دي. انت لو بتتذكر عبد الله اللي هو اللي توفى اخو البشير ده بيطلع لنا اكثر من 10000 جواز. ال10000 جواز دي في الجواز في 10000 دولار، دي بكم؟ دي برا خارج اطار الدولة. الليلة نحن عندنا قوات اكثر من 30000 ولا اكثر من كم، 20000 اذا كانوا جيش ولا جنجوين قاعدين في اليمن. اموال وين؟ نحن ما الدوله دي قبلت بالارتزاق وقبلت بالعماله وقبلنا باي شيء.
النازل الحكومة السعودية والإماراتية كان بتدفع لهم أموال وجيش التحالف بيدفع لهم أموال طائلة، الأموال الطائلة دي كان بيأكلها اللي هو المعتوه اللي اسمه السفاح عمر البشير. حشي حاليا بقى عندنا معتوهين اثنين، حميتي والبرهان، الأموال بتاعتهم وينها؟ ما أنت خلاص سبتنا لمرحلة العمالة، أدينا قروشنا طالما بقينا عملاء، أدي الشعب السوداني ده القروش اللي بيطلعها حميتي هو اللي بيستفيد منها في تسويق وبيع الـ بيع الـ بيع الـ بيع الإعلامي، شراء الإعلاميين وشراء الكيانات وشراء الإدارات الأهلية، أموال طائلة، أموال طائلة. حسي حاليا كل الرأسمالية الموجودين في الدولة دي ما حميتي براهم كلهم، ما أي واحد بيكون على الأقل عنده 7 8 9 10 مليون دولار، دي دي دي, دي مبالغ طائلة. حميتي ده بيكون بيكون ماشي على 500 600 مليون دولار، لأنه قروش ما يعني هو ما عارف ذات قيمتها، عشان كده بيحصل الفساد والبلد الحاجة اللي بتدخلها كوارد ما في، حاصل صادر ما في، ما في حاجة قاعد تدخل البلد، بالعكس البلد دي ناس بيسرقوا فيها. لو سألتك سؤال، هل بتفتكر إنه الكهرباء دي بالأسعار بتاعتها الغالية دي قروشها قاعد تمشي وين؟ حط الكلام يا أستاذ خالد. نعم، أنواع بتاعت كهرباء اللي هو الكهرباء المائية دي بتاعت الخزانات دي، وده مشاريع ما قاعد تتعب فيها، توربينات شغالة بشحموها وبيدوها شحم وبيديها زيت وكابو وفي كهرباء طالعة، إذا كانت بتطلع لها حاجة بسيطة، إذا كانت بتضوي مدينة قروشها وينها؟ دي ما زي ما بيقولوا طاقة مائية، قروشك قاعد تمشي وين؟ الكهرباء دي يا زول امتداد السودان ده كله بيدفع ملايين الملايين، وين قاعد تمشي؟ ما في، زيرو. هو البلد دي فاسدة، البلد دي إذا ما نحن كنا فكرنا في إنها تجي ثورة، أول حاجة تجي تهدم المعبد ده، تهدم المعبد بتاع الفساد ده. يبدو أول حاجة الرئيس وزراء زي ده كان أول حاجة يبدأ بالإقصاء. نعم، استبدال الغنم الموجودين كشعب سوداني. يا أخي لو عندك بقر لو عندك غنم بيكون عارف عددهم، أنت حسي عدد الشعب السوداني كم؟ والله ما في، طبعاً البلد مشتت يعني 16، ما في زول عارف 16 مليون ما في. ليه نحن ما يكون عندنا سجل بتاع عصمة كامل عشان نبني عليه خطط؟ ما حسي أنت الليلة سمرات دي اتضح إنه في ناس مبارح قاضينا شايلين الرغم الوطني كمية كبيرة جدا بيمشي يقدموها هناك بدون الحياة بتاع الثمرات بأسماء ناس معينين بيجي يبيعوها ويرجعوا لزول الرغم الوطني ويقول له جايينك. طبعا ما في زول حيجي، ما ده الفساد، لأن البلد دي للأسف الشديد ما عندها مؤسسية في الطرح بتاعها. حمدوك لو كان ناجح كان أول حاجة انتهى من السجل المدني وحدد البهايم بتاعينه والغنم بتاعينه ده كم ومشاكله شنو وهم ذات تواجدهم وين، ودي ده فورمات بتطلعها فورم كان. في سؤال هنا استاذ خالد، يعني في سؤال قبل ما نحن نمشي لقدام، انت تعرف انه هنالك يعني مناطق يعني مكفوله وفي حركات ثوريه مسلحه لم توقع اتفاقيه سلام وما دخلت في اي اتفاقيه سلام، المناطق المكفوله دي فيها مواطنين، عندك زي الاراضي المحرره في جبل مره وجبال النوبه ومناطق اخرى، وهنالك نازحين ولاجئين موجودين خارج السودان خاصه في معسكرات إرقيتشات في افريقيا الوسطى في جنوب السودان وحتى داخل السودان، يعني في معسكرات بتاعت نازحين يعني، وهنالك معسكرات بتاعت نازحين يعني صعب انك تدخل فيها، يعني انت مثلا شخص غير مرغوب فيك. طيب كيف لرئيس الوزراء ورث سلطه يعني شائكه جدا او ورث دوله فيها مجموعه من الاشكاليات، فيها اباده جماعيه، جرائم حرب، جرائم ضد الانسانيه، يمكن ان يعمل احساس سكاني في ظل الوضع المتدهور ده، والإحساس السكاني محتاج لأموال طائلة، يعني كيف يقدر ينفذ إحساس سكاني يعني؟ تفضل. هي ما ما يعني ممكن تعد يحصل، لكن هي الشغل ده يعني عندك المنظمات دي ما بتكون بالدور ده، ودور بسيط جدا في انك انت تعمل لك فورمه كامله. طيب انا اضرب لك مثل يا استاذ المنصور، انت حاليا موجود في تخيلي في فرنسا، اهم حاجه انت بالنسبه لك تكون موجود داخل الدولة الفرنسية كمفهوم بتاع مستند كدائرة مستندية، أهم نقطة لك شنو؟ إنك أنت عندك أدرس صح؟ عندي الأدرس. إذا أنت ما قدمت الأدرس بتاعك ده ما في زول بيعتمدك، اللي هو بيبدأ معك من الحاجة اسمها الري سي بي سي اللي هي بتحمل عنوانك، إذا أنت ما عندك عنوان أنت ما موجود. أنت ما موجود، عنوانك بحدد مكانك يعني. نعم، وبحدد وجودك وبحدد
فورمه بتكون فيها انت عمرك كم وانت بتحتاج كم وعندك مرض وما عندك كده، وبتكون عندك رقم تليفون وبكونوا متابعين معك وبتجيك رسائل ولازم يكون مكتوب فيه الايميل والايميل ده متابعينك فيه وباحثين. الكلام ده كلام بسيط جدا جدا، بتجي جهاز بتخطه. اول حاجه ده كمشروع، انا بغض النظر انه هو ينجح تكلفته كم، انت بتخطه كمشروع ده عشان تحسبه بتاعك. لا اخي انت قلت لك لو عندك بهائم بتكون عارفه، بتكون عارف الولدو، بتكون عارف الكبيره، بتكون عارف الدواء بتاعه الدايره، بتكون عارف كميات اللبن اللي بيطلعوه. دي حاجات مهمه عشان انت قبل ما تلقط حقي انا ده، وقبل ما تعرف انه انا ممكن اقدم لك شنو، اعرفني انا كمواطن. دي واحدة. اثنين، الوزارات والشركات والمنظومات بتاعت الدولة دي كانت محتاجة فلترة من جديد. يعني البنوك الكيزانية دي ليه ما سألهم؟ ما سألت نفسك ليه بنك الفيحاء وبنك الشمال وبنك البنوك الكيزانية الأصلية اللي سواها هم ذات إدارات الكيزان ومجلس الشورى، دي ما كانت حقه تتأمم لحساب الدولة. دي ما انت لو انت بتفتكر انه في ناس كتلون في دارفور ولا في جنوب كردفان ولا في النيل الازرق ولا في الخرطوم، ديل الناس الدعموا في غتلهم البنوك دي ذاتها اللي كانت ساندت النظام السابق، دي ما كان حقه تتأمم. بنكم درمان الوطني دي بنوك كيزانية خالصة ودي خلقت مشاكل كثيرة. ليه ما أمم عبد الله حمدوك بالشرعية الثورية بتاعته؟ ما أمم ليه؟ ما دي حاجات نقطة. ليه ما أعاد صياغة الوزارات دي كلها وقعد فيها؟ ما هو في النهاية حسي قدر ما حل وقدر ما بدل بيجيب لك آمنة أبو بكر دي كوزة، بيجيب لك عمر مانت، بيجيب لك خالد كوز، كلهم كيزان. ليه بعيد لك في الكيزان ذاته؟ وليه بعيد لك في المشروع القديم ذاته؟ ليه ما جدد لك في الدولة دي؟ ليه ما خلق لك من الدولة دي شيء تاني مختلف؟ ليه ما قعد فند الوضع المربوط والدولة دي؟ ليه ما غير العملة؟ ليه ما 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 حاسب الناس دي؟ لجنة إزالة التمكين دي ليه ما بتعاني لحمايتي ده؟ هل حمايتي ده أمواله دي جابه من على الجبينه؟ هل إبراهيم الشيخ ده أمواله دي جابه من على الجبينه؟ هل ناس أنيس حجار وناس أسامة داود جابه من على الجبينه؟ ما ده نهبوا في الدولة دي وكانوا بساندين للنظام السابق، ليه ما خدتون؟ ليه أنت بتغش فيني بس في ناس معينين أنت موجه عليهم الضوء؟ الضوء ده ما حقه يتوجه للناس كلها. ليه ما انت جاي من نظام سابق فسد؟ سامة داود كان من علم من اعلام الكيزان، ما كوزاي لكن كان فاسد وبسببه نحن قعدنا 30 سنه من الناس الساندوا النظام السابق. ليه ما تحاسب؟ ليه ما عرفت امواله ديات من وين؟ ما في حساب، ما في عقاب. حتى الحساب ذاته بيضحكوا في الشعب السوداني، ومبارح بيقولوا نعم تفضل. امبارح بيقولوا كلام غريب جدا جدا. امبارح بيقولوا منظمه الشفافيه قالت انه الوضع ممتاز والوضع كده والوضع اللي هو الوضع الاقتصادي في السودان والشفافيه واضحه. لكن الحاجه اللي بتضحكك دائما وتضحك الناس الثانيه انه الوضع 82% دي شايلينها العساكر. طيب كيف الوضع الاقتصادي كويس؟ نعم لكن انا سالتك سؤال، ده الجانب الثاني. نعم سألتك سؤال، يعني قلت لك الشركات الكبرى عندك زي شركات الاتصالات، شركة الذهب المعروفة على رأسهم شركة الفاخر. طيب الأموال دي بتمشي وين؟ يعني الشعب السوداني دير يعرف أموال الكهرباء، أموال البترول اللي بتنتج، يعني رغم أنه في إنتاج بسيط لكن من المفروض يخد الحاجة بتاعت المواطن. الآن السوداني يعني ما فيه حاجة، رغم أنه في أموال طائلة دخلت بعد الثورة وفي استثمارات شغاله وفي فرص يعني راسماليون موجودين يعني بيدفعوا اموال طائله جدا، لكن الكلام ده كله ما ظاهر. يعني دايرين نعرف الحكايه دي بتمشي وين. يعني تفضل. القضيه دي ما قلت لك تاريخيا، هو الصرف البذخي ده مستمر. يعني ما هو حسي انت لو جيت على انت للوضع، اذا سالتك سؤال انا حسي مرات بتابعه بالتلفزيون اللي هم الوزراء بتاعنا دل. وكتعاين لوزير راكب لها انفينيتي بعرف انه ده ما حيقدم لك حاجه، بعرف انه الصرف ده ماشي في العربات وفي السيارات وفي كده، بعرف انه عندك جيوش قاعده ما بتصرف. الجيوش دي قاعد تنهب تاكل تشرب تلبس مرتبات، انت عارف انه المرتبات بتاعت المنظومه كلها مش الدعم السريع بس، كل المنظومات العسكريه دي كلها صرفه على الدوله.
الحكومه الجديده ده كلها حيكون صرفها على الدوله. الناس الموجودين ده كحكومه ما عندهم فهم في الغنوات اللي كان بيستعملوها الكيزان. بالمناسبه لغايه حسي الكيزان مجففين منهم الغنوات. في غنوات لا حسي هم ما قادرين يصلوا لها، وفي غنوات لغايه حسي وجدي صالح ده لو لاحظتها يطلع يقول والله تابعنا البتاع ده، وطلع الرقم بتاع الحساب بتاع الزول ده مختلف، ولا در رقم رئيس الجمهور ما قادرين لانه قدروا يتلعبون الكيزان. نعم. وده دليل على انه الناس اللي جابوهم ما عندهم الكفاءه ولا عندهم المقدره. يعني انت وقت تجي بمجموعه زي دي حقك كانت تجيب لك خبراء من برا يقعدوا اولا في السيستم بتاع البنوك ده يطلعوا الفساد بتاعه. هل بتفتكر انه اذا نحن كنا دارين نجي نسوقه كده ما كان افضل نقبل بعمر البشير؟ ما هو عمر البشير ده كان داعي الانتخابات، حسي الانتخابات الماشين عليها الحكومه دي. ما نحن عمر البشير ده كان داعي، رفضنا عمر البشير ليه؟ لانه بنفتكر انه الفساد ده هو المعالجه بتاعت الوضع. القبيله انا الصوره اللي قلت عليك دي انا ما قلتها زي الصوره بتاعت الواد المحبوس جوا. لو انت عينت الصوره دي بتعرف معنى كلامي كله، وانا قاصد لك شنو بتاع الدقيقه القاعد ده بيوريك معنى الاذلال ومعنى انك انت تكون ماشي بالخط الغلط ده. جماعه الشعب المجموعه بتاعت السياسيين دي ماشيين لسه في الفساد، ما حيقدروا يتوقفوا لان لا. الفساد ده استشرى فيهم وعوائل بقت واسر. دي ناس ملتفين حول الدوله دي. يفوت عمر البشير يصهر وهم زادوا ناس ابراهيم الشيخ وناس مبارك الفاضل وناس كده. يفوت عمر البشير يجي البعد وهم برضو يصهر ابن عوف. دي حايمين حول الكرسي، مطبلين حول الكرسي، بيبحثوا عن الانا وحب الذات. البلد دي سايقينها فساد في فساد ما بتعدل. دوله زي دي احنا كنا قلت لك في كان محتاجين صياغه كامله للدوله ذاتها. الدوله دي يا اخي فيها كم عربيه؟ الوزارات دي فيها، الوزارات في السودان كله فيها كم عربيه؟ انا 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 كموظف اللي بدينا حق انه انا اركب عربيه على حساب الدوله وكبلها وقود وكبلها شنو؟ بتفك العربيات بتاعت انا لموا العربيات بتاعت الدوله دي كلها بيعوها. ما من حقك انك تدي موظف الدي بتاع المواصلات عشان هو ذاته يعاني مع المواطن ده، وعشان انت عشان يشتغل صح. نعم. لا خليه يمشي يركب المواصلات دي عشان بكره تضغط انت ذاتك مع المواطن ده تغير المواصلات وتبقى المواصلات العامه هي الافضل مما انك انت تخصص الشيء لمواطن بس موظفين. اكثر من 300,000 عربيه تدفع بنزينه من الدوله اذا كانت اذا كانت عسكريه ولا اذا كانت وزارات. الدوله دي نهبنا هم ذاتهم. نهبنا بالبدلات، نهبنا بكده، وهي ما عندها وارد. الوارد بتاعها بياكلوا ناس معينين، شركات بتتشرب وبياكلوا الوارد بتاعها، الوارد بتاعها بياكلوا الجيش، بياكلوا الامن، بياكلوا المنظومات العسكريه، بياكلوا الراسماليه. الجابون دول ذاتهم ناس ابراهيم ما وناس دول مهيمنين على الوضع، ودول اللي بياكلوا حق الشعب السوداني كله، والشعب السوداني ده حيستمر. والوضع انا بقول لك ما حيصلح، حيزيد سوء. نعم. يبدو أنه الزمن انتهى. طيب كلمة أخيرة يعني سريعا كده الأستاذ خالد طيفور. طيب أنا نحن الحاجة الوحيدة اللي بيقولها إنه الشارع ده الشارع فيه والجاي. أنا بفتكر إنه الشباب ده الواعين للوضع ده. أنا بتمنى إنه يوم 30 ده ما يكون فتح مجاري. يوم 30 ده أنا بفتكر إنه لازم يتغير النظام ده وتسقط المنظومة دي وتجي منظومة تحقق مطالب الشعب السوداني. ما عندنا حاضنة لكن عندنا شعب واعي وعندنا شعب بقى فاهم انه هو داير شنو وعارف كمية العمالة والارتزاق ده لازم يتعدل ولازم يتغير. التحية ليك ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يصلح على الوطن والمواطن، وتحية خاصة لغناة الحوش بنتمنى انه الوضع يصلح كلنا، ولك التحية. نعم شكرا لك اخونا الاستاذ خالد طيفور الشايب. طبعا انت كنت معانا على الهواء مباشر قبل فضائيات الحوش في برنامج حوار الراهن السياسي وتحديات المستقبل. اكيد احنا حيكون لنا حلقات كثيره يعني حتى تتضح الرؤيه يعني داخل الدور السودانيه. وانا بشكرك يعني على سعه صدرك واجابتك على كافه الاسئله، وهنالك عده موضوعات يعني ما تطرقنا عليه، لكن ان شاء الله في المره القادمه ان شاء الله حنجي نسالك اسئله عن اشياء كثيره جدا وانت يعني تكون جاهز. برضو بنشكر خلف الاجهزه الباشمهندس خالد وكل التيم العامل، وبنشكر كل الساده المشاهدين يعني داخل السودان وخارج السودان. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. شكرا جزيلا.